ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأسعد الله هذه الوجوه الحاضرة جميعا، وشرفتونا ونورتونا في ديوانية مدربي الجبيل التي تقام بتنظيم وإشراف من شركة تطوير المهارات. ونسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام، ورحب فيكم جميعا. هذه الأمسية هي طبعا الأمسية الرابعة من سلسلة منهجية التدريب الاحتراف التي بدأت بتصميم البرامج التدريبية، ثم الجدارات المدرب المحترف، وثم تأهيل واعتماد المدرب المحترف. هي أمسيتنا لهذه الليلة قبل أن تختتم إن شاء الله في 9 جولاي بإذن الله تعالى بحلقة أخيرة وسلسلة أخيرة اسمها البيئة التدريبية الاحترافية. طبعا وتم نقاش في الأمسية السابقة جدارات المدرب المحترف 12 التي يعني تتكون من عدة مراحل، اللي هي مهارات والدوافع والمعارف وما يحتويها من نموذج الجدارات المتعددة زي ما هو واضح أمامكم الآن. نبدأ يعني على بركة الله في تأهيل واعتماد المدرب المحترف، وضيوفي في هذه الندوة هم كل من سعادة المهندس مساعد القرني. المهندس مساعد القرني يحمل ماجستير في الهندسة الميكانيكية، لديه خبرة 30 عام في القطاعين العام والخاص، والآن هو متفرغ للتدريب والاستشارات، أيضا مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني في المجالين الصناعي والقيادي، مدرب معتمد في عدد من المجالات التخصصية، قدم أكثر من 80 دورة في مجالات متنوعة، شغل عدة مناصب ومهام خاصة، منها مدير عام مركز سابك التقني بالجبيل، مدير عام الاعتمادية والمشاريع بالشركة صدف سابك، عضو اللجنة العليا لاعتماد الخبراء بالهيئة السعودية للمهندسين، وكيل وزارة للشؤون الفنية بالشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين، وأيضا نائب الرئيس بشركة المتحدة للشؤون الفنية. حياك الله أبو عبد الله، نورتنا وشرفتنا الليلة. الله يحييك ويسلمك، وأنا سعيد الحقيقة. يا مرحبا فيك. ضيفنا الآخر هو سعادة المستشار سعود العمير. سعود العمير هو مسؤول تطوير وقيادات أكاديمية سابك، ومعتمد أيضا كمدرب لبرنامج العادات السبع ستيفن كوفي، مدرب المدربين ومعتمد لبرنامج ديل كارنجي، مدرب متقدم معتمد من جمعية تطوير المواهب الأمريكية ATD، وأيضا حصل على اعتماد CPLP من ATD ذاتها، حاصل أيضا على اعتماد الكوتشنج من الاتحاد الدولي الكوتشنج ACFACCC، وأيضا أحد مؤسسي النادي السعودي لرأس المال البشري، وهو رئيسه الحالي، مؤسس أكاديمية هدف للقيادة، وعضو المجلس الاستشاري لأكاديمية الهيئة العامة للجمارك. أهلا فيك أبو فيصل، شرفنا ونورتنا هذه الليلة. الله يحييك أستاذ عبد الله والحضور الكرام. الله يبقيكم جميعا. طبعا محاورنا لهذه الليلة متعددة وثرية ونوعية بإذن الله تعالى، منها ماذا نعني بالتأهيل والاعتماد والفروقات الجوهرية التأهيل والاعتماد، وأيضا مدى الحاجة لهذا الاعتماد، ما هي أهم الموارد أو المنابع للتأهيل الذاتي، وكيف نحصل على الاعتماد. وأيضا سيستعرضون ضيوفنا الكرام وضيوفكم بكل تأكيد نماذج محلية ودولية للاعتماد. أبدأ بتوجيه سؤال للمتحدث الأول المهندس مساعد القرني. عبد الله، ماذا نقصد بالتأهيل والاعتماد؟ أشكرك يا أبو سعيد، وأشكر الحاضرين جميعا، ويسعدني أن أكون معكم في هذه الأمسية الجميلة. في الحقيقة خل أسأل الحضور، وودي في الشات عندي سؤال، هل التأهيل والاعتماد متطابقين يعني إلى حد كبير، أو بينهم فروق جوهرية يعني واضحة جدا؟ اللي يظنهم متطابقين يحط 1، واللي يظن أنهم متباعدين تماما يحط 2. جميل جميل. فإذا عندنا وضوح في الرؤية أن بينهم فرق جوهري كبير، مع أن الحقيقة أنا ناقشت بعض الناس في المجال العام، فوجدت في خلط بين التأهيل والاعتماد.
على العموم التأهيل، إذا نتكلم عن التأهيل هو الحقيقة الإعداد، أنه يعد الشخص أو تعد الجهة تؤدي دورها بشكل ممتاز. الإعداد هذا هو يعني التأهيل، نؤهل شخص أو نؤهل جهة أنها تؤدي دورها بالشكل الأفضل. فلو عرفناه تعريف منهجي علمي، هو إعداد جهة أو فرد لممارسة نشاط محدد بمستوى عالي من الاستيعاب والقدرة والأداء، وهو يكون أما رسمي طبعاً حسب برنامج إلزامي، مثلاً واحد موظف في شركة أو موظف في قطاع حكومي فيكون عنده برنامج يلزم أن يأهل نفسه بشكل معين، أو أن يكون نابع من الرغبة الذاتية للشخص فيطور نفسه بشكل مستمر. هذا بالنسبة للتأهيل، وهو مرحلة ضرورية للاعتماد. نأتي للاعتماد. الاعتماد الحقيقة هو التوثيق الرسمي، التوثيق الرسمي أن هذا الشخص موثق يعني رسمياً معتمد أنه عند هذه القدرة، سواء مدرب أو غير مدرب، عنده هذه القدرة التي يبحث عنها يوثق فيها رسمياً. الاعتماد هو الشهادة القانونية أو التوثيق الرسمي من جهة مفوضة رسمياً، يعني سنأتي لهذا إن شاء الله بعدين، أنه كثير من الاعتمادات يقال أنها اعتمادات وهي ليست اعتمادات، لازم يكون من جهة رسمية مفوضة ومعترف بها، ويمنح بضوابط وشروط سواء لجهة أو لفرد يمارس النشاط المطلوب. هو يبغى يعني يكون معتمد في نشاط معين، لازم يراعي ضوابط وشروط هذا النشاط على عشان يحصل على الاعتماد. جميل جميل، يعطيك العافية أبو عبد الله، شكرا جزيلا، وأثرت يعني لنا الحضور الله يجزاه خير في هذا السؤال المفاجئ، وجميل أن يكونون متشاركين معنا في التفاعل بهذه الأمسية. وعبد الله، بالنسبة للتأهيل والاعتماد، وأنت ما قصرت، حطيتنا يعني بشكل واضح جدا يعني مسوقاتهم وأيضا التعريف الخاصة فيهم وفاهمهم. هل يوجد مؤهلات وعبد الله لهذه الاعتمادات أو التأهيل أو تصنيفات أو سميها ما شئت يعني؟ نعم طبعا، في تصنيفات رئيسية للتأهيل. التأهيل طبعا عالم كبير، إذا تتكلم عن استعداد، فالاستعداد يعني بإمكان الإنسان يستعد بكل الأشياء ومن كل الزوايا وبكل المستويات، ولكن في أشياء رئيسية أو تصنيفات رئيسية. عندك التأهيل الدراسي الأساسي، وهذا المؤهل الدراسي، يعني الدراسة النظامية، المؤهل الجامعي، المؤهل ما فوق الجامعي، ما دون الجامعي، هذا هو أحد الأصناف الرئيسية للتأهيل، يعد الإنسان أنه يكون مؤهل لمرحلة معينة. يأتي بعد التأهيل الدراسي التأهيل الرسمي من جهة العمل، إذا كان الواحد مثلا في قطاع خاص أو عام يحتاج أنه يؤهل هذا القطاع، يعطيه دورات، يعطيه يعني تدريبات، يعطيه مهارات بشكل رسمي. بعد هذا يأتي اجتهاد الشخص، تأهيله الذاتي، كيف يشتغل على نفسه ويؤهل نفسه بالإضافة إلى التأهيل الدراسي وبالإضافة إلى التأهيل الرسمي. هناك مجال واسع جدا للتأهيل الذاتي، لا يسع الإنسان أنه يتركه أو يتغافل عنه، بالعكس هذا يمكن يكون أهم واحد فيهم الحقيقة. جميل جميل، الله يعطيك العافية. الحين أنا صرت مع الناس اللي صار في فروقات كبيرة جدا بين التأهيل والاعتماد، واضح جدا في فروقات جوهرية. طيب هذا يعني معناته يا أبو عبد الله أن هناك أيضا تصنيفات للاعتماد؟ أكيد أكيد، طبعا الاعتماد أيضا عالم واسع، ولكن فيه تصنيفات رئيسية على الأقل تحصر أهم صور الاعتماد. عندك الاعتماد الدولي العام، هذا الاعتماد العام اللي يعني يعطي الإنسان رخصة أنه معتمد في أكثر الـ يعني الدول، أو في الدول اللي تعتني بالاعتماد، في أنه مدرب فقط، يعني عنده مهارات التدريب ويستطيع أنه يدرب بشكل ممتاز، هذا اعتماد دولي عام. طبعاً سوف أتكلم على أمثلة لها بعدين إن شاء الله. ثم يأتي بعده الاعتماد المحلي العام، نفس الشيء ولكنه على مستوى محلي أو إقليمي، مثلاً في السعودية أو مثلاً في مجلس التعاون الخليجي، أنه يعتمد الإنسان أنه مدرب ومدرب فقط، يعني يجيد مهارات التدريب ويؤدي التدريب بجدارة.
نأتي للنوع الثالث اللي هو الاعتماد الدولي المتخصص أيضا على مستوى دولي في تخصص ما، يعني تخصص هندسي، تخصص طبي، تخصص اقتصادي، تخصص أي تخصص معين حصل فيه اعتمادات، وهذا عالم كبير جدا. والجهات اللي تعتمدها ممكن تكون من دولة يعني كبرى أو محليا، وهذا الأخير الاعتماد المحلي المتخصص. مثلا في السعودية في اعتمادات لازم تصدر عن مثلا الجهات المسؤولية طبيا عن الأطباء، الهيئة السعودية للمهندسين عن المهندسين، وقس عليها. فهذه أنواع الاعتمادات الرئيسية، طبعا فيها تفريعات وكذا، ولكن هذا أهم التفريعات أو الأقسام الرئيسية للاعتماد. جميل جميل، بارك الله فيكم يا أبو عبد الله ويعطيك العافية. يعني بدأنا الندوة الحمد لله بتوضيح كبير جدا بين الاعتماد والتأهيل، وأعتقد الجميع صارت الأمور واضحة عنده بشكل كبير جدا بعد التعريف وأيضا التصنيفات الرئيسية اللي ذكرتها. بنتقل لضيفي وضيفكم أيضا الأستاذ المدرب القدير سعود العمير، ورحب فيك مرة ثانية أبو فيصل ونورتنا أيضا الليلة. الله يعطيك العافية أبو سعيد، وشكرا على الاستضافة وشكرا للحضور الكرام. الله يعافيك أبو عبد الله. المهندس مساعد أسهب بشكل كبير جدا في الاعتماد والتأهيل ووضع لها تصنيفات ومفاهيم أخرى، لكن نبغى نعرف أبو فيصل الآن من وجهة نظرك ما مدى الحاجة لمثل هذه الاعتمادات أو التأهيل بشأن العلم التدريبي؟ شكرا لك أبو سعيد، وشكرا للمهندس مساعد أيضا على البداية. وإحنا صراحة يعني اخترنا نتكلم على التأهيل والاعتماد لأن أحيانا بعض المجالات ما تحتاج اعتماد، ممكن واحد فقط اللي يكون في مؤهل بالمجال وممكن يدرب فيه، بينما بعض المجالات لا يمكن الشخص أن يدرب فيها إلا إذا كان معتمد. لكن أنا أقول لماذا الإنسان يبحث عن التأهيل والاعتماد؟ أولا الاعتماد يعطي الشخص الغطاء القانوني، يعني الآن مثلا رخصة المدرب اللي وضعتها المؤسسة بعد فترة سيكون هناك يعني إلزام للجميع أنه لا يمكن إنسان أن يعلن عن دورة إلا يكون حاصل على رخصة المدرب، فهنا تعطيه الغطاء القانوني حتى لا يدخل في إشكالات أنه يقدم حاجة من شيء. أيضا بعض المجالات مثلا بعض المجالات المتخصصة سواء أشياء الهندسية أو الطبية أو مثلا يعني أحيانا لا يمكن أن شخصا يقدمها يعني إلا أن يكون معتمد. يعني إحنا الآن للأسف نشوف أحيانا بعض الأشخاص يدخل دورة ومجرد ما ينتهي الدورة قال أنا معتمد. لا، أنت ما أنت معتمد، الدورة معتمدة طبعا ولا يحق لأي جهة أن تقدم أي دورة إلا معتمدة، لكن اعتماد الدورة لا يعني أن الشخص معتمد. فهي أول شيء الغطاء القانوني تحمي الإنسان أنه عنده يعني عنده رخصة قانونية لتقديم. طبعا هذا لا ينطبق على جميع المجالات، إنما على بعض المجالات لازم يكون في غطاء قانوني إن إنسان حاصل على ترخيص. يعني زي الآن مثلا إنسان بيمارس مثلا مهنة الطب لا يمكن إلا يكون اجتاز اختبار هيئة التخصصات الطبية. مثلا المهندسين أيضا هيئة المهندسين أيضا في اختبارات الآن على أساس أيضا الشخص يجيز له ممارسة مهنة الهندسة أو المحاماة أو بعض، فهي تعطي الغطاء القانوني للشخص، ليس جميع المجالات إنما بعض المجالات. الثقة بالنفس، لأنه عادة مرحلة التأهيل والاعتماد تمر بمراحل طويلة جدا، وبالتالي الإنسان لما يصل مرحلة أنه حصل على هذا الاعتماد ويقول أنا معتمد، يقول أنا مؤهل في هذا المجال، فعنده ثقة بنفسه أنه فعلا أخذ كل المعلومات والمعارف اللي يحتاجها في هذا المجال، وبذلك أعطته ثقة بالنفس. تعزيز المصداقية، يعني تعطي المدرب لما يقف أمام الأشخاص يدرب عليهم، يمكن أحد الحضور الكرام تكلم على البي ام بي، يعني تصور واحد مثلا يقدم البي ام بي وهو ما هو حاصل على البي ام بي، ما هو قصد دورة طبعا، لأن البي ام بي تعرفون واحد ياخذ دورة البي ام بي اللي هي الإعداد، وبعد ذلك ياخذ الاختبار حتى يصل على البي ام بي من البي ام اي فيكون معتمد. فتصور واحد مثلا انه يقدم دورة البي ام بي وهو اساسا ما هو حاصل على البي ام بي. انا يعني عندي مثلا السي بي ال بي، السي بي ال بي واحدة من اللي هي سيرتيفايد بروفيشنال ليرنينج بيرفورمانس، واحدة من الشهادات الخاصة الاي تي دي، وايضا لها زي البي ام بي لها دوره اعداديه. فما معقول ما هم معقول انه مثلا شخص ما هو حاصل على البي ام بي مثلا يجي يدرب عليها على السي بي ال بي يدرب عليها. ولذلك تعطي مصداقيه للشخص انه الشخص يقول كان يقول الاخرين اني انا مريت في هذه المرحله
وعديت هذه المرحلة وحصلت على الاعتماد أو التأهيل اللي خاص بالمرحلة، ولذلك أنا أدربكم من واقع خبرة وعندي هذا المجال. بلا شك الاعتمادات والتأهيل بنجي نتكلم عليها، الاعتماد والتأهيل تسقل مهارة الشخص، لأنه أغلب الاعتماد خاصة الاعتمادات القوية، الاعتمادات القوية عادة مدتها 3 سنوات، 2 3 سنوات، وبعد ذلك لازم يعمل إعادة اعتماد. يعني مثلا زي CPLP، زي مثل ICF، زي مثل بعض هذه لها 3 سنوات ولازم تسوي تجديد لها، فهي تسقل مسارات الشخص. يعني أنا سويت CPLP عام 2016، فانتهت رخصتي 2019، لما جيت أختبر 2019 قالوا تختبر 2019 لكن أيضا في حاجة أضيفت اسمها Global Mindset، مهارة يعني إضافية بسبب يعني globalization اللي صاير بسبب العولمة والشريفة، صار الإنسان لازم يعرف الثقافات الأخرى، فأضيفت لها مادة جديدة لازم أعد المادة الجديدة على أساس أحصل على إعادة الاعتماد. هي بناء الهوية، الشخص لما يحصل على اعتماد، وأغلب الاعتمادات الرسمية دائما يكون جنب اسم الشخص حرفين أو 3 حروف تبين هذا الاعتماد، هذه جزء من الهوية. فالإنسان لما يكتب البيزنس كارت أو بطاقة الأعمال حقته، لما يحط مثلاً بالسيفي، لما يكتب اسمه بأي مكان، تشوفون بعض الناس يكتب مثلاً ACC، يكتب MBTI، يكتب ACP، يكتب أي شيء BNB، هذه جزء من الهوية تعطي الشخص. ولذلك مهم جداً إن الإنسان يحصل على التأهيل، لكن التأهيل عفواً الاعتماد، لكن الاعتماد المرتبط بالتأهيل. فهنا الحاجة، لماذا نحتاج التأهيل ونحتاج الاعتماد إذا كان المجال في مجال الاعتماد الرسمي. إنما شخص مثلا يبغى يقدم دورة مثلا إدارة الوقت، يعني جيد أنه يكون عندهم مثلا مدرب معتمد، ولكن إذا كان الاعتماد، ولعلنا نتكلم عليها بعدين، إذا كان الاعتماد مجرد ورقة حصل عليها مقابل تعبية النموذج أو الشيء، فمعناته ما استفاد، يعني هو ما اكتسب مهارات ولا شيء، ولكنه حمى نفسه قانونيا أنه أخذ رخصة تؤهله أنه يقدم هذا المجال. فأتمنى أن تكون هذه الواضحة. تفضل أبو سعيد. شكرا، يعطيك العافية أبو فيصل، بارك الله فيك. وفعلا متى ما توفرت العناصر الخمسة التي تفضل بها شخصك الكريم، بكل تأكيد فنعي أن هناك فعلا في حاجة للاعتماد والتأهيل. أبو فيصل، من وجهة نظرك، هل هناك في بعض الموارد لهذه، يعني لكي نؤهل نفسنا ذاتيا، ماذا ترى طال عمرك؟ بلا شك، يعني لو انتقلنا للتأهيل، طبعا التأهيل هو ان الانسان يكون متمكن في مجال معين، وليس شرط ان يكون عنده رخصه او اعتماد، لكنه مؤهل انه عنده كل المعارف اللي يحتاجها في هذا الشيء. طبعا من اهم الاشياء انه الانسان يحضر الدورات والندوات المتخصصه، خاصه الاشياء العالميه، لانه الندوات العالميه او الدورات، ممكن نقول الندوات العالميه مثلا، دائما يكون فيها احدث شيء، فالندوات العالميه يحضر فيها ناس متحدثين، يعني تعرف فيها افضل الممارسات، وذلك دائما مهم جدا. وانا بالنسبه لي ارى الناس المحترفين، انه الندوات قد تكون اهم من الدورات. الدوره ممكن تحضر 4-5 أيام دوره واحده وقد تتعلم، لكن الندوه ممكن تروح تحضر لك ندوه مثلا او مؤتمرات او الاشياء دي، يمكن مؤتمرات ايضا تدخل من ضمن الندوات. ممكن لما يحضر مثلا مؤتمر محلي أو مؤتمر عالمي وتعرض فيه أشياء، فممكن على مدى 5 أيام ممكن يسمع إلى 20-30 متحدث تعرض فيها أفضل ممارسات. أيضا يشارك بتقديم الندوات والدورات، وهذه مهمة جدا يعني بالنسبة للشخص. يعني مشاركتي أنا والمهندس مساعد أيضا في هذه الندوة أعطتنا فرصة للبحث، أعطتنا فرصة أنه أيضا للسؤال، أعطتنا فرصة للاطلاع، وأيضا تعطينا فرصة أنه نسمع من الحضور الكرام بعض مداخلاتهم وبعض النقاط، فهذه مهمة جدا. وايضا تقديم الدورات. من ضمن التأهيل ان الانسان يمشي بالاجراءات الرئيسيه ليحصل على اعتماد رسمي من جهه معينه، ليس شرط جهه رسميه لكنها جهه لديها الخبره في المجال، ولذلك وضعت اعتماد رسمي. القراءات، متابعه الخبراء، يعني الان يعني صار المجال سهل جدا، الانسان مجرد انه يدخل على النت ويبحث في اي موضوع، يدخل على اليوتيوب يبحث في اي موضوع، يلاقي اشياء كثيره في هذا المجال. يعني انا كنت أقدم على الـMBTI، دورة بالـMBTI قبل فترة، دخلت على اليوتيوب لقيت عالم كبير جدا جدا من الناس المتحدثين عن الـMBTI وغيرها. مهم جدا أنه أيضا الشخص يجب أن لا يتوقف عن تطوير المهارات وتصقل وتجديد. أحيانا قد يعني أنا مثلا الـMBTI، دورة الـMBTI قدمتها خلال شهر واحد يمكن 4-5 مرات،
وأنا أعرف أنه كثير من الحضور قد يكون نفس الحضور، فإذا كنت أكرر نفس الشيء فمعناته صارت مملة. لذلك مهم جدا أن الإنسان دائما يحاول يعمل شيء جديد، دائما يصقل مهاراته، دائما يحط معلومة جديدة حتى الآخرين يستفيدوا منها. فهذه قد يكون في منابع أخرى، يمكن المؤتمرات ما ضعنا عنها، لكنه المؤتمرات وأيضا الندوات تعتبر مقال، لكن المؤتمرات أيضا من الأشياء المهمة جدا جدا أن الإنسان يحضرها لأنه تساعده بالتأهيل ويعرف أهم التقنيات. يمكن أنا استخدمت برنامج كاهوت قبل أمس وقبل أمس في 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 مبادرة جديرون، والناس استغربوا، برنامج ممتاز. قلت أنا برنامج لي سنتين استخدم البرنامج، وعرفت البرنامج من مؤتمر حضرته بأمريكا قبل سنتين، ومن بعدها بديت استخدمه. فيعني أشياء كثيرة، الإنسان مجرد أنه يختلط بالخبراء أو أنه يحضر المؤتمرات أو يحضر الأشياء دي يتعلم أشياء كثيرة ما كان يتصور أنها موجودة. فهذا بالنسبة للتأهيل. تفضل أبو سعيد. يعطيك العافية. شكرا أبو فيصل. بالنسبة للرقم 2 المشاركة في تقديم هذه الندوة، أنا أيضا واحد من المستفيدين جدا صراحة بقامات تدريبية مثلك ومثل أبو عبد الله. قبل أن أنتقل للمحور القادم، بنبه بس الجميع الله يعطيكم العافية اللي لديه أسئلة لن يلتفت للشات نهائيا، أرجو وضع الأسئلة في الكيو آن إيه اللي موجودة عندكم بجانب الشات، بجانب أيقونة الشات، ورفع الأسئلة فيها، على أساس إن شاء الله في الجزء الأخير من البرنامج راح يخصص بإذن الله للأسئلة لضيوفنا الكرام. أبو فيصل، كنت بسأل طال عمرك عن الحصول على الاعتمادات، في عندنا بعض الاعتمادات منها الدولي والإقليمي، كيف نحصل على هذه الاعتمادات من وجهة نظرك؟ احنا عندنا قسمين اليوم بتكلم على زين، اعتمادات شخص كمدرب، لان احنا نتكلم على المدرب المحترف، ولما نجي للمدرب المحترف المفروض انه يصير عنده اعتماد دولي. هل يحتاج المدرب؟ لا، لكنها صراحة تعطيه مصداقية انه يكون عنده، لما يكون مدرب محترف. اما مدرب مبتدئ، واحد يبغى يبدأ تدريب وتو بادي ولا شيء، انت ما تحتاج اعتماد، تحتاج تأهيل، أن يكون عندك قدرة أنك تقدم دورة، مثلاً تقدم دورة للآخرين، تتعامل مع الآخرين. وبتكلم إن شاء الله على هذا الموضوع. الاعتمادات طبعاً في اعتمادات دولية زي الـ ATD وزي مثلاً BMI وزي كثير من الجهات اللي موجودة عالمياً زي الـ ICF للكوتشين، هذه تعطي اعتمادات دولية. اعتمادات هذه مبنية على الاعتمادات هذه، طبعاً تكلم على الاعتمادات الحقيقية، أنا ما أتكلم على الاعتمادات اللي هي جهة في مكان ما في العالم ترسل لهم رسوم وترسل لهم نموذج ويعطونك شهادة يقول أنت معتمد. هذا ما هو اعتماد، هذا اسمه يعني سمه ما شئت، بيع شهادة أي شيء ماشي، وهذا لا يليق بالمدرب المحترف. المدرب المحترف لما يقول معتمد يقول أنا معتمد من الجهة الفلانية، وهي جهة إما رسمية أو غير رسمية ولكن جهة معروف برنامجها. فالاعتماد الدولي بالنسبة للمدربين أنه ممكن عن طريق الجهات اللي تقدم، يعني زي الATD ليست جهة رسمية ولكنها جهة تعتبر هي مرجع التدريب بالعالم، تعتبر أكبر جهة بالعالم بالنسبة للتدريب والتطوير. فكل الناس المحترفين في مجال تنمية التطوير مهارات التدريب والتطوير يعرفون الATD هي المرجع، دائماً الدراسات، دائماً التقارير، دائماً اللي يسووا بنشماركينج يرجعون للATD لأنها تعتبر هي المرجع الأكبر بالعالم. لكن هي واحدة، يعني مو شرط أن الATD، في كثير من جهات عالمية أيضاً تقدم اعتمادات، وهذه الاعتمادات مبنية على حضور، مبنية على اختبار، مبنية على مشاركات، مبنية على بعض التقارير، فلها إجراءات معينة ممكن الواحد يطلع عليها، وبنطلع اليوم على الATD كنموذج. وأيضا الاعتمادات الإقليمية أو المحلية، يعني إذا تكلمنا على رخصة المدرب اللي تصدرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أيضا لديها رخصة المدرب وهي تعتبر اعتماد. هذا الموجود حاليا يعني في المملكة، قد نتفق وقد نختلف، إنما هذا أيضا رخصة مدرب ونظاما هذه تعطي الغطاء الرسمي للشخص أن يقدم دورة، فهذه تعتبر اعتماد. يعني طبعا في بعض الجهات الإقليمية أيضا تقدم. نجي الآن الاعتمادات المتخصصة، هذه نتكلم الأول والثاني على اعتماد المدرب، إنه الواحد يكون مدرب معتمد. الآن في شيء اسمه اعتماد متخصص. متخصص يعني نعتمد الشخص أن يقدم دورة في مجال معين، إما مثلاً في مجال الهندسة، مثلاً الصحة مثلاً المهنية، إما في مجال يمكن إدارة المشاريع زي البي إن بي مثلاً، إما إدارة تنمية المواهب مثلاً زي السي بي إل بي زي مثلاً غيرها، إما في المجال الهندسي أو المجال الطبي أو المجال المالي أو المحاسبي، هذه نسميها اعتمادات. الآن في جهات بالمملكة بدأت تعطي اعتمادات متخصصة داخلياً،
واللي يدخل يمكن على موقع صندوق تنمية الموارد البشرية بيجد الاعتماد أو شهادات يسمونها الشهادات المهنية اللي يدعمها الصندوق، صندوق تنمية الموارد البشرية، موجود حوالي 20 شهادة. جزء من هذه 20 الشهادة اللي تعطيها جهات محلية داخل المملكة بنت برنامج له متطلبات معينة وله شروط معينة، وبناء عليها الشخص يحصل على اعتماد متخصص في مجال معين زي التقييم العقاري وزي مثلا بعض الأشياء ولعلها موجودة، أو اعتماد دولي متخصص زي البي ام بي. البي ام بي طبعا هذا يعني يعطى من البي ام اي، البي ام اي هي جهة عالمية مشهورة بالعالم فتعطي الاعتماد في إدارة المشاريع. في مجالات كثيرة، مجالات الهندسية الفنية التقنية، المجالات أيضا سيسكو والأشياء دي، هذه اعتمادات متخصصة. فعندنا جزئين، إذا الاعتمادات المدربين اللي هي الأول والثاني في جهات محلية وجهات عالمية، والاعتمادات المتخصصة لمجال معين، مثلا برنامج العادات السبع مثلا ستيفن كوفي هو اعتماد دولي متخصص. يعني ستيفن كوفي اللي هي الفاونديشن هم يقولون ما حد يقدم الدورات حقتنا إلا يكون حاصل على الاعتماد. إذا حصلت على الاعتماد فهو ليس اعتماد مدرب، لكن اعتماد شخص يقدم مدرب لهذا البرنامج فقط وليس اعتماد عام. فلعل تضحت الصورة على كيف يحصل الإنسان على الاعتماد. تفضل بسعيد. بارك الله فيك، شكرا جزيلا يا أبو فيصل، ما قصرت وأسهبت كثير صراحة في هذا الموضوع اللي أعتقد أنا والجميع نحتاجه بشكل كبير. بنرجع لضيفنا المتحدث الأول المهندس مساعد القرني، حياك الله يا أبو عبد الله. دائما نقول الأمثلة سبحان الله أو ضرب الأمثلة غالبا ما يعطيك يعني الصورة بشكل أوضح، يعني مثل ما هو القرآن ربي شرفه يعني أسلوب قصصي جميل ومضرب الأمثال رائع جدا. فنقول لو أعطيتنا مثال مثلا طال عمرك على كيفية الاعتماد من المؤسسة العامة للمدرب، وكثير صراحة أنا تجيني ما زالت الآن تساؤلات كيف عبد الله نعمل مثلا نعتمد، وإلى قبل يومين يعني وتجيني هذه الأسئلة، فتفضل يعطيك العافية إذا كان ممكن تعطينا الطريقة الصحيحة لاستخراج الرخصة. مشكور أبو سعيد وحياكم الله مرة أخرى. طبعا هذا مثال يمكن أوضح مثال الحقيقة للمحلي العام اللي يؤهلك أنك تكون مدرب ومدرب تقدم دورة زي ما ذكر أخوي أبو فيصل. طبعاً اعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني له شروط وله متطلبات وفي ضوابط وفي حتى جزاءات وفيه يعني محددات. أهم الشروط طبعاً اللي معلنة لها رسمياً أنه يكون سعودي الجنسية، وأنه يكون طبعاً عنده مؤهل دراسي مناسب للتخصص، أو يكون متدرب على المهنة اللي يبغى يكون مدرب فيها وما تتطلب مؤهل في حد ذاتها. أكيد يكون عنده لياقة صحية وأنه يكون قادر أنه يدرب ويتحرك ويؤدي دوره كمدرب يعني. طبعاً الرخصة لازم تكون في مجال تخصصه ومؤهلاته وقريبة من خبراته، والخبرات هذه قد يحتاج أنها تكون موثقة من جهة رسمية بعد ما توافق المؤسسة بدون شك طبعاً. من الشروط الحصول على الاعتماد انه يكون في اجتياز الاختبارات الكفاءه المهنيه اذا كان في اختبارات، لان احيانا المؤسسه قد تطلب يعني اداء اختبار معين او مقابله شخصيه اذا رات ذلك، وقد تسندها لجهه اخرى متخصصه في 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 المجال نفسه. طبعا اكيد محمود السيره والسلوك هذا شيء مفروغ منه، وطبعاً يدخل في النظام الإلكتروني حق المؤسسة ويقدم طلب للاعتماد ويسدد الرسوم. الرسوم طبعاً يمكن حوالي 2000 ريال، وقد تزيد أو تنقص حسب اللوائح المؤسسة. نأتي كيف يعني بشكل يعني تفصيلي، طبعاً هذه موجودة في الموقع الشبكي للمؤسسة ولكن نمر عليها بسرعة. طبعاً الواحد أكيد بيخش للموقع، في الموقع أيقونة اسمها التدريب الأهلي، يخش في التدريب الأهلي ويسجل في خدمة المدرب المعتمد ويعبي البيانات الشخصية ويضع المؤهلات الدراسية والخبرات والدورات، وكل ما كان هذا ثري المدخل هذا الثالث، كل ما كان ثري كل ما كان المتقدم مؤهل للحصول على الاعتماد بشكل أفضل.
أكيد طبعاً الصورة والهوية الوطنية، المؤهلات أيضاً، المؤهلات هذا مهم جداً. العنصر الثالث البيانات والمؤهلات والخبرات والدورات، ومن بينها المؤهل الدراسي، وإذا لم يكن معادل من وزارة التعليم العالي أو المؤسسة يعادل، يعني لازم يكون مؤهل دراسي معادل ومعتمد من الجهات الرسمية عندنا في البلد. هذا مهم الحقيقة. النقطة هذه إن الذي يتقدم لطلب الاعتماد لازم يسجل مقطع أو يأتي بمقطع من شيء أداه سابقاً، مقطع تدريبي يوضح للمشاهد كيف أداءه، كيف قدراته، هل هو متمكن من أداء التدريب بشكل ممتاز ولا لا. وهذا يعني يحمل مع الطلب في الموقع الشبكي وينظر إليه. أحياناً إذا ما كان عنده شيء قد يطلب أنه يأتي إلى الموقع يعني أحد مواقع المؤسسة ويسوي لهم عرض نفسه وقد يقابلونه. وإذا كان المقطع التدريبي جيد احتمال ما يحتاجون أنه يطلبونه يقدم لهم عرض أو أنه يقابلونه. أنا شخصياً يعني كان المقطع اللي قدمته كان جيد بفضل الله وما أحتاج أني أقابل أحد أو أني أروح أسوي عندهم عرض مخصص للاعتماد. طبعاً إذا كان عنده أيضاً صور من وثائق الخبرات في مجال التدريب، سبق أنه سوى تدريب دورات كذا، أيضاً هذه تعزز إلى حد كبير فرصة في أنه يحصل على الاعتماد. وإذا كان عنده شهادات الدورات التدريبية السابقة يرفقها كذلك، ويسدد الأجور زي ما قلنا الرسوم 2000 ريال في الوقت الحالي. طبعاً فيه أشياء كثير جداً بالإمكان الواحد يتكلم فيها في موضوع الاعتماد في المؤسسة، ولكن أنا بس أودي أشير لثلاث نقاط رئيسية يبغى للواحد ينتبه لها ويضع باله منها، وهي مفصلة الحقيقة تحصلونها بشكل تفصيلي في لوائح الاعتماد في موقع المؤسسة. الموضوع الأول واجبات والتزامات المدرب. هناك واجبات كثيرة والتزامات كثيرة لازم الواحد ينتبه لها لكي لا يقع في حرج يعني من ناحية الأداء أو من ناحية قانونية حتى. في بند آخر له أحكام عامة وضوابط أثناء الممارسة، وهذه أيضا جميلة ووثرية وأنصح كل واحد أنه أيضا يتأملها ويقرأها بعناية ويحاول أنه فعلا يتمثلها في أدائه بعد الاعتماد. طبعا أكيد في لائحة مخالفات وعقوبات، وهذه مهمة جدا، مهم ان الانسان يطلع عليها لكي لا يعرض نفسه لمخالفه يترتب عليها عقوبه، وهذه ايضا واضحه، وواضحه انواع المخالفات وواضحه انواع العقوبات سواء على مستوى المؤسسات او على مستوى الافراد الذين يطلبون الاعتماد بشكل فردي. تفضل يا ابو سعيد. الله يجزيك فضلك يا ابو عبد الله، وانت كذلك فصلت بطريقه رائعه جدا وبارك الله فيك. أعتقد الآن يعني زملائي وزميلاتي المدربين والمدربات ما لهم عذر بعد هذه اللائحة التفصيلية الرائعة، يمكن ترى بدون مبالغة حتى أحسن من اللائحة اللي موجودة في الموقع نفسه تبع المؤسسة. فأكيد في هذه صورة الشهادة اللي تصدر، معليش لو سمحت لي يا أبو سعيد عفوا أنا يمكن نسيت أوري الحضور الشهادة، هذا نموذج للشهادة اللي تصدر من المؤسسة، يعني شهادة فيها المعالم الرئيسية لحدود الرخصة وكذا والمسمى والأشياء هذه. تفضل. بارك الله فيك، الله يعطيك العافية أبو عبد الله، شكرا جزيلا، وأنت من تضيف إلى الشهادة، بارك الله فيك وشكرا لك. نطلع مع ضيفنا المتحدث الثاني المستشار سعود العمير، حياك الله أبو فيصل. على الجانب الآخر بالنسبة للاعتماد الدولي كيف تفصله الله يحفظك كما فصل فيه أبو عبد الله؟ شكرا، شكرا سعيد، شكرا ابو عبد الله على توضيح اعتماد المؤسسه. انا يمكن صراحه جاهل مني، يمكن اول مره اخذ بيانات كامله عن اعتماد المؤسسه. ايضا يعني من تسمح ظروفه انه يستطيع انه ياخذ اعتماد دوري، انا يعني جبت مثال على الاي تي دي. الاي تي دي اللي زي ما تشوفون هي جمعيه تنميه المواهب، وتعتبر وذكرتها لانها تعتبر اكبر جهه بالعالم
مسؤولة عن أو تضع التدريب والتطوير في أمريكا، فهي جهة عالمية وواضحة جدا، وعندهم برنامجين، عندهم برنامج اللي يسمونه، أعتذر هي بالإنجليزي لأن بغيت أجيب بالإنجليزي ما بغيت يعني أترجمها لأنه هذه أيضا قد يكون فيها إخلال بالمعنى، ولكن لنا نتكلم بالتفصيل فيها. فعندهم شهادتين، عندهم البرنامج الشهادة الأولى اللي هو شهادة المدرب، مدرب إن الواحد يكون مدرب اللي يسمونه ترينر سيرتيفيكيت بروجرام، هذا برنامج مدته ثلاث أيام. طبعا البرنامج هذا له متطلبات قبل البرنامج وله حضور البرنامج قبل البرنامج، يطلب من الشخص بعض التمارين، يطلب معنا بعض القراءات وبعض الاطلاع، وبعدين يحضر البرنامج، برنامج مباشر، واعتقد البرنامج صار اونلاين. بعد ذلك بعد يحضر البرنامج ثلاث ايام، البرنامج يغطي يمكن كل الجدرات اللي يحتاجها المدرب، وبنجي على بعض الاشياء اللي خاصه بالبرنامج. وبعد ذلك بعد البرنامج ايضا يطلب منه انه اول شيء يمارس ويرسل بعض التقييم البرامج اللي قدمها، ويرسل يعني في ايضا بعض المعلومات اللي يحتاجها بعد الدوره، وبعد ذلك يحصل على اعتماد من الاي تي دي. طبعا الاي تي دي هي جهه ليست ربحيه وليست جهه حكوميه، انما هي جهه تضع معايير التدريب بالعالم، وهي جهه تعتبر هي اللي المرجع الاكبر للتدريب بالعالم. عندهم البرنامج الثاني، برنامج اللي هو الماستر تين بروجرام، هذا مدته 4 أيام، فيكون الشخص خلص البرنامج الأول، وليس شرطة بس يكون على الأقل عنده برنامج أول، يكون يقدم التدريب، عنده خبرة أيضا بالتدريب، يطلب منه بعض التمارين، يطلب منه أيضا بعض المهام والواجبات، يحضر برنامج 4 أيام، وأيضا بعض البرنامج يطلب منه أشياء معينة، وإذا عداها يأخذ على الاعتماد حق الماستر ترينر. كان عندي شهادة حق الماستر ترينر بروجرام بس يبدو أني يمكن ما وضعتها أنا، فأنا أخذت البرنامج يمكن 2017 في أمريكا. لو جينا للبرنامج ونشوف البرنامج وش يغطي، الشريحة اللي بعدها، البرنامج يعني ولن أنا أمشي فيها بالتفصيل، لكن لو نجي للأشياء اللي يغطيها البرنامج، البرنامج يغطي كل المهارات اللي يحتاجها المدرب، ولذلك متوقع أن الواحد لما يجي هذا البرنامج هو أساساً يعني عنده خبرة بالتدريب، قدم دورات وعنده خبرة بالتدريب وعنده الأشياء. فهنا نجي للأشياء وش لو لاحظ يعني حتى كتابة الأهداف التدريبية أو التعليمية أو تسمى الدراسية، كتابة learning objectives لازم يتدرب عليها، لازم يعرف كيف يكتب الأهداف، يعني يمكن هذه أشياء ممكن ما تعودنا عليها، لازم يكون أخذ على نظرية التعلم، وأنها نظرية التعلم الكبار تكلمنا عليها، يمكن لو حتى تذكرون نموذج الجدارات اللي تكلمنا عليها الندوة القادمة، الندوة السابقة 12 جدارة، كل الجدارات اللي مغطات هنا. أيضا الشريحة اللي بعدها تبين أيضا هذه أيضا جزء أيضا من محتويات البرنامج هذي، بتشوفون أشياء كثيرة يعني غطيها البرنامج. والبرنامج صراحة يركز على المهارات اللي يحتاجها المدرب. وبقول لكم الفرق بين هذا البرنامج وبعض البرامج اللي تقدم من بعض المدربين، حتى المدرب يجب أن يعرف الدائرة كاملة من بداية التصميم حتى التقييم، يجب أن يعرف البرنامج، يعرف كيف يدير الجلسة التدريبية، يعرف كيف الأشياء أيضا يبني الأنشطة التدريبية، هذه كل الأشياء مهمة. البرنامج الثاني اللي هو الماستر ترينر بروجرام، الشريحة اللي بعده، هذا الماستر ترينر بروجرام هذا 4 أيام، هذا برنامج متقدم، لذلك في مهارات أكثر، في مهارات أعلى من الأشياء هذه، فتشوفون كل المهارات اللي يحتاجها. يمكن حتى لو رجعنا للجدارات نجد كل الجدارات اللي يحتاجها المدرب هي موجودة في هذا البرنامج. ولذلك احنا ايضا لما بنينا نموذج جدارات كديوانيه مدرب الجبال، رجعنا للاي تي دي، نموذج الاي تي دي، ورجعنا نماذج ايضا اخرى، وجدنا يعني شفنا ان في اشياء مشتركه. ميزه الاي تي دي بما انها هي اللي تراقب انشطه التدريب والتطوير بالعالم، فدائما تركز على كل ما يسجد في مرحله في عالم التدريب، فنلاقي دائما في اشياء جديده. كثير من الاشياء اللي للاسف يعني مثلا تطبيق مبادئ تعلم الكبار والتعلم، نظريات التعلم وتعلم النظريه السلوكيه والنظريه البنائيه والنظريات هذه كلها موجوده، حتى في جزء من البرنامج انه يجب المدرب ان يعرف كيفيه اليه تصميم البرامج التدريبيه وتقييمها، وتركز البرامج هذه على المهارات. يعني انا اخذت البرنامج هذا، اخذته 2017 في امريكا، فيها الكثير من الممارسة وفيها التقييم، وبعدين تصور وتسوي وتجلس تراجع وكل واحد يقيم الثاني، يعني فيها صراحة. ولذلك البرامج هذه، البرامج اللي فعلا يعني فيها نقول فيها اعتماد أو فيها تأهيل حقيقي، عادة لا يتجاوز عدد المتدربين فيها عن 12 متدرب. ما هم معقول تجيب 15 شخص وتحطهم في دورة،
أنا يمكن قدمت دورة تدريب مدربين لزملائي في سابق يمكن 20 مرة قدمتها، وكنت يعني أشرط عليهم أنه ما يتعدى عدد المتدربين من 12 متدرب. وخلال الثلاث أيام كان برنامج ثلاث أيام، خلال ثلاث أيام كل واحد يكون عنده على الأقل 4 إلى 5 مرات قدم جلسة تدريبية. يعني لما نجي مثلا بعض البرامج تلقاها مثلا التطبيق يجي باليوم الأخير، كل واحد يعطي 10 دقائق ويقدم الأشياء، وهذه طبعا خطأ، لأنه المفروض أنه الممارسة يجب أن تكون مستمرة. أيضا الصفحة اللي بعدها أيضا تبين بقية الأهداف أو محاور هذا البرنامج التدريبي، فتشوفون محاور كثيرة جدا. هذه صراحة يحتاج المدرب، يعني لما يقول واحد ماستر ترينر، وش مقصود ماستر ترينر؟ الماستر ترينر هو الشخص اللي يحق له يقدم دورة تدريب مدربين، أنه يدرب الأشخاص أنهم يكونوا مدربين. البرنامج الأول يدرب الأشخاص أنهم تكون مدرب، تقدم دورة إلى متدربين إلى مشاركين. لكن الماستر ترينر هو الشخص اللي يدرب مدربين، ولذلك المفروض شخص إذا بيسوي يقول أنا أدرب تدريب مدربين لازم تكون حصلت على اعتماد عالمي. من الأشياء المهمة، وأعتقد أن أحيانا من النقص بعض يعني تنقص من الشخص، يجي واحد يقول أنا حاصل على اعتماد دولي، هو أساسا ما يتكلم إنجليزي. يجي واحد يقول أنا كوتش عالمي أو دولي، وهو أساسا ما يتكلم إنجليزي. تقول له منين حصلت؟ قال أنا حصلت من الجهة الفلانية في 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 دولة معينة. طيب كيف لغتك؟ وقال والله ما أعرف أنا أتكلم إنجليزي. ما هم معقول تحصل على الاعتماد. هنا نرجع لقضية المصداقية. فالشخص اللي لغته ما تساعد، ما نقول ضيع وقتك مثلا تعلم اللغة، لكن خذ لك اعتماد محلي، خذ لك اعتماد محلي مثلا رصيد المدرب خذها، لكن لا تروح تاخذ اعتماد من جهة مثلا في بريطانيا ولا كندا ولا أمريكا وتجيب لك مثلا اعتماد ورقة مكتوب انك مدرب معتمد وانت اساسا ما تكلم انجليزي، يعني يمكن حتى النموذج ما تعرف تعبيه. وهذا ليس نقص بالشخص، لكن انا اقول الانسان المفروض ما يقع نفسه في هذا المطب. ايضا البعض يحضر دورات، وكثير يمكن تلاحظونها، وهذه لعل نجيها بالأسئلة والأجوبة والنقطة القادمة إن شاء الله. البعض يحضر دورة إعداد مدربين، حضر الدورة ممتاز مبسوط وتعلم وإن شاء الله عليه ويستاهل، وإن شاء الله الدورة قدمت بشكل صحيح، بعدها بشهر صار هو يقدم دورة تدريب مدربين. ما يصير. وين المصداقية؟ وين المصداقية؟ يعني ما هو معقول أنت تاخذ دوره. يعني سمعت واحد من الشباب يقول مره واحد من الزملاء حضر معنا دوره كوتشنج في دبي، دوره اعتقد 3-4 أيام دوره الكوتشنج، يقول بعدها باسبوع صار يقدم الدوره، هو يقدم دوره الكوتشنج. قلت يا فلان توك متخرج، احنا تونا ماخذين الدوره مع بعض، يعني كيف تقدم؟ ولكن للاسف يعني انه البعض يتوقع انه ما دام انا عندي المعلومات انا اخذت الدوره خلاص اصير. لذلك السؤال، يعني لما يجي سؤال لأي واحد هو يقدم دورة تدريب مدربين، السؤال لهذا الزميل أو الزميلة أو الشخص يقوله هل أنت مدرب ماستر، مدرب متقدم، هل حصلت على اعتماد دولي؟ طبعا ما عندنا اعتماد يعني محلي، الاعتماد حق المؤسسة رخصة المدرب، لكنه رخصة مدرب متقدم أو ماستر ترينر أو مدرب مدربين ما هي موجودة عندنا، فمعناته اللي بيحصل عليها يحصل عليها من جهة عالمية. هنا نقول الشخص انت اللي بتقدم دورة تدريب مدربين المفروض انك انت مدرب متقدم ماستر ترينر، مقدم يعني عندك اعتماد، قدمت دورات كثيره، قدرت انك تبني دورات، قدرت شيء، ولكن حضورك دوره تدريب مدربين وتجي بعدها بشهر تقول انا اقدم دوره تدريب مدربين، معلش هذا انا اعتقد انه من العبث اللي احنا نراه في سوق التدريب. فهذا ما لدي في هذا الموضوع، ولعل ان شاء الله مرحله الاسئله والاجوبه ان شاء الله نتكلم على الموضوع القادم في تدريب المدربين. تفضل ابو سعيد. بارك الله فيك ابو فيصل، وقعت على الجرح بقوه صراحه، الله يعطيك العافيه ويجزاك خير. احنا صراحه شوف ما يعني معليش احنا الان نتكلم على الاحتراف، نتكلم نعم. المجاملات والاشياء هذه قد لا تفيد في هذا المجال. احنا الان نتوقع انه اغلب الحضور معنا في هذه الدوره في هذه الندوه اما انهم مدربين فيبحثون على انه الاحتراف، أو أنه شخص يقول أنا أبغى التدريب لكن أبغى أدخل تدريب الاحترافي. ولذلك يجب أن نكون صادقين مع بعض صراحة، يجب أن نكون صادقين. المجاملات وتمجيد الأشخاص ووضع الألقاب والله لن يطور. وأنا لو سألت كل واحد منكم، من كل واحد من الموجودين، هل أنت راضي عن ما يحصل في سوق التدريب؟ كلكم تبي تقولون لا ما إحنا راضين. ليش؟ لأن إحنا طموحنا أعلى دائما، دائما إحنا همتنا يعني في القمة،
ما ليس هدفنا انه والله مجرد نحصل على شيء. احنا الحمد لله دولتنا تعتبر من افضل دول العالم في جميع المجالات. احنا دولتنا خاصه لما نجي نقارن بالدول العربيه احنا متقدمين عن الدول العربيه كلها في جميع المجالات، متقدمين في كل شيء، ويعني وهذا سباق. ولذلك دائما نطمح انه نرتقي في اي شيء نعمله. احنا دائما نبحث عن القمه، لا نبحث على مجرد انه نؤدي عمل. ولذلك يعني معليش تحملوا، خلينا نكون صادقين، بالاخير هذا رايي انا، قد اخطا قد اكون مصيب وقد اكون مخطئ، ولكن هذه وجهه نظر واحنا بالاخير نناقش فيها. نبغى الافضل، نبغى نعرف الصح على اساس نبحث عنه. شكرا ابو سعيد، تفضل. الله يعطيك العافيه، وانا اللي اشكرك والله ابو فيصل، وجزاك الله خير. تدريب فعلا رساله وليست مجرد يعني عمل زي ما نقول على شكل هوايه. متى ما وصلنا لدرجه الاحتراف او على الاقل جزء من الاحتراف باذن الله راح نصل بسوقنا الى الاعلى. وانا اثني على كلامك بالنسبه لدولتنا وجميع المجالات، هنا فعلا نحن الافضل الحمد لله في جميع المجالات وبكوادرنا التي نعتز فيها. ان شاء الله يا رب ان ما يكون في احد من هذه الكوادر يسيء لمهنه مثل التدريب وهي راقيه جدا. ما دام سخن الجو علينا ابو فيصل كذا، بنتقل وياك ابو عبد الله لسؤال شويه حساس شويه. يعني نبي اقول لك ايش رايك في دورات تدريب المدربين المحليه وما يحدث في السوق الان حاليا، ونفس السؤال بوجهه لابو فيصل بعد شويه. والله ما شاء الله ابو فيصل، اولا يعني ما ترك لي شيء. الشيء الثاني انه ما شاء الله معد ماده ممتازه. انا يعني ادري انه معد يعني كلام جيد في الموضوع، ولكن استطعت اني يعني على الاقل الخص اربع اشياء او ثلاثه اشياء يعني ارى انها يعني مهمه في يعني يشار اليها. انا وجهه نظري ان فيه الى الان فيه ضعف نسبي في المدخلات والمخرجات للتدريب عندنا، لا زال في ضعف يعني. ولما اقول المدخلات، كل انواع المدخلات لموضوع التدريب، من 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 كسب معرفي، من توثيق، من اعداد، من تاهيل. والمخرجات طبعا المخرجات المترتبه على كل هذه المدخلات، يعني سواء اعتماد او يعني قدرات او مهارات او اداء معين او ظهور او كل الاشياء اللي تخرج عن هذا المدخل. في الجانبين فيه لا زال في ضعف نسبي. ومثل هذا الكلام اللي قاله اخوي ابو فيصل قبل قليل، يعني فعلا يعني اصاب كبد الحقيقه لمعالجه هذا الضعف. فعلا لازم نرتقي الى اعلى مستوى ممكن نصل اليه، وعندنا امكانيات نصل الى مستويات يعني رائعه وعاليه جدا. طبعا لا زال عندنا غياب في النسق المنهجي في البرامج، فيه اجتهادات كثير، ولكن ما في نسق منهجي تجده مثلا شامل عام في كل المؤسسات في كل القطاعات. وهذا مشوار طويل، الامم قطعت فيه عقود، يعني يمكن بعض الامم جلست فيه 30 40 50 عام. طبعا الحمد لله الان التقنيه بتيسر علينا يعني التسريع انه يكون عندنا انساق منهجيه جيده للتدريب والاعداد وحتى الاعتماد. لاحظت الحقيقه موجه في السنوات الاخيره ان غلبت الدوافع التجاريه، ويمكن لمح لها ابو فيصل قضيه انه ما تجيب الاعتماد من اي مكان. يعني الان في جهات تبيع الاعتماد، بيع طبعا خاصة الاعتماد التخصصي. الاعتماد العام الكبير لا، في الغالب انه من جهات رسميه محترمه ما تبيع ولا تشري فيه، ولكن كثير من الاعتماد التخصصي او التاهيل التخصصي صار يباع بيع. فانا اقول يمكن هذه الثلاث الجوانب في ظني انها من اهم معوقات الاداء الامثل للتدريب، ومن يعني من اهم جوانب الضعف فيه. الحمد لله يعني فيه تقدم وفيه يعني حرص، ولكن لازال فيه معاناة في هذه الجوانب الثلاثة في وجهة نظري، وليست الكل، فيه أشياء أخرى، ولكن هذه في نظري أهمها على الأقل في هذا الوقت المحدد. وتفضل يا أبو سعيد. شكرا أبو عبد الله، ما قصرت رغم أنه يعني زي ما قلت تحضير، لكن فعلا أنت وقعت يعني في قلب يعني يمكن المعاناة التي يعيشها بعض مخرجات تدريب المدربين. أبو فيصل، دائما أقول أنا
المدرب المدربين أقول أشبهها مثل البروفيسور اللي يعطي شهادة الدكتوراه للآخرين. المنزلة عالية جدا. إيش وجهة نظرك تجاه تدريب المدربين؟ وهل تتفق مع أبو عبد الله؟ جزاك الله خير أبو سعيد، وشكرا أبو عبد الله على ما ذكرت. يعني الآن بدينا بالشوية الكلام الحار، يعني فأتمنى الجميع يعني يتقبل، إحنا لا ننتقد أحد وليس هدفنا، هدفنا إنه والله أعلم بنياتنا، إنه نيتنا إن نحاول أن نساهم بالارتقاء في التدريب، لأن أعتقد يعني بلدنا يستحق من الأفضل ويستحق على الشيء بلا شك. يعني يعني الآن لما نشوف التدريب وش اللي صار بالتدريب، متى جت طفرة التدريب؟ جت طفرة التدريب بعد الـ NLP اللي هي البرمجة اللغوية العصبية. فكثير من الناس اللي دخلوا البرمجة اللغوية العصبية كانت مجال خصب، فكثير من الناس دخل التدريب وصار يحضر البرمجة اللغوية العصبية وبعد أسبوع يقدم الدورة. طبعا البرمجة اللغوية العصبية يعني هذا علم لهو عليه يعني عموما، ولكن مع كثرة الممارسات صار في بعض الانحرافات في بعض الممارسات، ولذلك تدخلت الدولة لأنها مراقبة الموضوع ووقفت البرمجة اللغوية العصبية. ظهرت عندنا البرمجة اللغوية العصبية بمسميات أخرى، فصار مجال التدريب صار طفرة، صار كل يدرب، كل يبغى يكون قدام الناس، وكل يبغى يكون يعني يطلع، وهو يعني تدريب بشكل يعني في عائد مادي، وغير أنه مش واحد يبغى يكون يظهر أمام الآخرين أنه مدرب. كثير من المعلمين ايضا دخلوا مجال التدريب، والمعلمين يعني جزاهم الله خير يحملون رساله نبيله، وحنا يعني نحسدهم على هذا، نحسدهم على الاجر، نحسدهم على الحساب، ونحسدهم على انهم يعني يشاركون في تربيه الاجيال. ولكن ايضا دخلوا التدريب، ودخلوا التدريب في مفهوم التدريس، هذه من الاشياء اللي حصلت. الان لما نجي للواقع، انا يمكن يعني الفتره هذه جلست اشوف برامج تدريب المدربين المحلية عشان نقيم الوضع وش اللي صاير. صراحة يعني أول حاجة وجدتها إنه يعني كثير من اللي قدم دورات المدربين هو حضر دورة تدريب المدربين وعجبت له، ويمكنه كان ما شاء الله عليه نشيط ومتميز، وبعدها بأسبوع أخذ المادة وصار هو يدرب. ولذلك في تشابه كثير، فصار هو يقدم دورات المدربين. فالأشخاص أصلاً يعني ما هو مهيأ ولا هو مؤهل ولا هو معتمد إنه يقدم دي. ولذلك بما أنه يعني ما في شيء يقول لهم، ما في يعني إلزام ولا في شيء، والناس يعني أحياناً تبحث عن الاسم. غير كذا أنه دخلت التدريب بعض الممارسات اللي ليست من التدريب، وهي مهارات العرض والإلقاء. فصار الاعتقاد أنك إذا أنت ما شاء الله متحدث وتقرأ كتب وعندك عبارات قوية من هالكتب وتوقف قدام الناس وتقوله ينبهرون الناس بالكلام، فصار هذا المدرب. ولذلك صراحة وجدت أنه أغلب الدورات اللي موجودة عندنا جزء كبير منها، وعلموني إذا أنتم تتفقون أو تختلفون معي، كل جزء منها هي مهارات التواصل، مهارات العرض والتقديم، ومهارات الإلقاء. ولذلك يتخرج الشخص من دورة تدريب المدربين يقول الآن أنا استطعت أوقف قدام الجمهور، استطعت إني أكسر الرهبة، أكسر الجمود. أنت تدخل دورة تدريب المدربين عشان تكسر جمود؟ معلش يعني إذا الشخص داخل دورة تدريب مدربين عشان يكسر رهبة أمام الجمهور، فأنا أعتقد أنه أساساً وجوده بالمكان خطأ. المفروض أنك تعديت هذه المرحلة، المفروض أنك حصلت على دورات خاصة بالإلقاء والوقوف الجمهور. حنا بالتوست ماستر، حنا يعني أنا جزء من التوست ماستر، نقول ادخل التوست ماستر واكسر الحاجز. إذا كسرت الحاجز وتحس أنك شغف للتدريب، ادخل التدريب. لكن لا تدخل دورة تدريب مدربين على أساس تقول والله أكثر الحاجة. معلش خليني بس أعطيكم بعض الأشياء اللي أخذتها. أبو سعيد أتمنى أنه يكون بس معنا وقت لهذه الجزئية، لأني والله بحث بالموضوع وتعبت. والله ما أنا وقت معك يا أبو فيصل، أنا ما خليني بعطيك الآن. أنا استعرضت عدد كبير من دورات تدريب المدربين وش المحاور حقتها: مهارات العرض والإلقاء والتقديم، مهارات التواصل الفعال، أساسيات التدريب، مهارات لغة الجسد. يعني تصور واحد يدخل عشان يأخذ لغة الجسد، الألعاب التدريبية طبعا حتى أنا دي تحفظ على كده، الخرائط الذهنية، المايند مابينج، يعني يدخل دورة تدريب المدربين عشان يتعلم المايند مابينج، تصوروا يعني. دورة تسويق الذات وجزء كبير من محور دورة تسويق الذات، مهارات التحدث أمام الجمهور، التغلب على الخوف من التحدث أمام الجمهور، التخلص من رهبة الوقوف أمام الكاميرا، تحليل الاحتياج، نظرية الفورمات، ويمكن عدد كبير من الناس وضعوها.
وسؤالي للأحبة، هل إيش علاقتها بالتدريب؟ تقولون هذه جزء من التدريب، أتفق معكم، أتفق معكم. مهارات التواصل أو العرض والإلقاء هي جزء، ولذلك إحنا جدارات 12 جدارة حتى المدربين حطينا مهارات التواصل لأنها مهمة جدا. ولكن إذا كانت تشكل أكثر من 12% من الدورة، هذه وجهة نظر طبعا قد تكون، فمعناته أن الدورة ما هي الدورة فيها إشكالية معناته. لكن لما نجي نلاقي 50% من الدورة كيف توقف قدام الجمهور وكيف تتكلم على لغات الجسد وكيف الأشياء هذه، فمعناته ما صارت دورة للمدربين. تعرفون مش الجزء المهم بالدورة للمدربين؟ الجزء المهم هو لما يجي والله أحد الأخوة مثلا يجي يقول والله أنا المفروض أبغى أطلع من دورة المدربين، أعرف كمدرب كيف أدير الجلسة التدريبية. أنا الآن بتكلم على إدارة الوقت، ما هي قضية أني حفظ والله عبارات وكلمات وأقوال والأشياء. وذلك يعني دخل التدريب كثير من المعلمين لأنه وجدوا أنه التدريب هو كلام، وقف قدام الناس تتكلم. دخلوا كثير من طلاب العلم، دخلوا كثير من الخطبة، صار يقدمون دورات المدربين، فصار اعتقاد عند الناس أن تدريب المدربين هي القاء، توقف قدام الناس وتلقي وتقول تبهرهم فيك. وذلك بعض الناس قال عندك كاريزما، لا أنت ما أنت المدرب ما يحتاج كاريزما، يحتاج مهارات. المتحدث يحتاج كاريزما، لأن المتحدث والتحدث طول الوقت. لكن المدرب، أنا يمكن إذا بعض الزملاء يمكن يعرفوني، أنا كنت في ديل كارنيجي، كنت مدرب مدربين في ديل كارنيجي. ديل كارنيجي أعتقد أنه من أفضل برامج تدريب المدربين بالعالم، لأنه كان عندنا 4 أيام على الكومبتنسيز، وكان 50% من الناس ما يجتاز هذا الشيء. كنا إذا المدرب يتكلم أكثر من 20% نستبعده، نقول أنت صرت متحدث، صرت محاضر، ما أنت مدرب، ما أنت مدرب. المدرب لازم يكون عنده مهارات. ولذلك أنا دورة تدريب المدربين اللي قدمها للزملاء أسألهم تتوقعون من الشخص اللي يحتاج مهارات التواصل أكثر، المتحدث اللي يقدم مثل معلومات ولا المدرب؟ برأيكم من اللي يحتاج أكثر مهارات التواصل الفعال، مهارات العرض والإلقاء، هل المدرب ولا المتحدث؟ تكفى نكتب بس شات عشان أعرف، بس المدرب ولا المتحدث؟ المتحدث. شكرا. ليش؟ لأن المتحدث هو عادة يعني تواصل one way communication، تواصل من جهة واحدة، لكن المدرب يحتاج مهارات التفاعل أكثر. فالمدرب المفروض التركيز عليه 20% 80% على المتدربين. إذا كان المدرب يأتي ليستعرض مهاراته بالعرض والإلقاء أمام الجمهور، فمعناته صار هذا متحدث. يعني أنا أذكر واحد من المدربين أول ما يبدأ يقول أنا قرأت 40 أو 50 كتاب، وكل دورته كلها عبارات منمقة، عبارات كذا مدري شون، استعراض مهاراته وأنه مطلع وأنه مثقف. معليش بالطريقة هذه الناس يطلعون ما تدربوا، معليش ما يعني الناس يقولون لما يجي مثلا الأستاذ عبد الله الحوطي يقول والله يا أبو فيصل أنا تكفى بطلع من دورة المدربين أني أنا كمدرب أعرف كيف أدير الجلسة من البداية للنهاية. الجزء المفقود هو اللي تجونه أمامكم الآن، الجزء اللي أمامكم الآن هذا واحد من النماذج. هذا نموذج اسمه جانية، عالم فرنسي، تكلم على الجلسة التدريبية كيف تكون فيه، وهذا للأسف الجزء المفقود في كثير من دورات تدريب المدربين عندنا. هذا هنا التسع يقول المفروض أنت تبدأ الجلسة التدريبية، أتم جلسة تدريبية تأخذ ساعة ساعة ونص مثلا، ويكون باليوم عندك 3-4 جلسات. يقول الجلسة التدريبية لازم يكون فيها 9 أنشطة. تبدأ جذب الانتباه، جذب الانتباه ليس لك كمدرب تجي مبهر وتعطيهم معلومات وتتكلم على شيء، لا، جذب الانتباه لأهمية الموضوع، تعطيهم الأهداف، تسترجع معلوماتهم، أسئلة عشان تعرف أنهم وش معلوماتهم عن الموضوع، تقدم لهم المادة، وبعدين تعمل لهم يسوون يعني زي التطبيق وفي توجيه، تعطيهم تغذية، تقيم أدائهم، وأيضا تعطيهم منهجية لتحسين تذكر المعلومات. هذا نموذج 9 في 9. هذا أنا بوجهة نظري أي برنامج تدريبي ما فيه مهارات إدارة الجلسة التدريبية، سواء نموذج جانية ولا نموذج غيره. في نموذج آخر الصفحة اللي بعدها، هذا أيضا نموذج أسهل شوي، نموذج فيه فقط 5 خطوات يسمونه روبس زي الحبال، لكنه هو في أيضا هنا كيفية إدارة الجلسة التدريبية. هذه المهارات هي المفروض يتعلم عليها المدربين، هي المفروض يطبقون عليها، هي المفروض يقيمون عليها، هي المفروض أنهم يمارسونها داخل القاعة، أساس لما يروح
يعرف كيف يدير الجلسة، يعرف البروسيس كيف تجي، العملية التدريبية كيف تجي. العملية ما هي تجي أنك تجي تستعرض مهاراتك قدامهم وبعدين يمكن فقط على أساس إبراء للذمة تسألهم سؤال سؤالين تعطيهم لعبة أو لعبتين كما تسمى وبعدين تقول مع السلامة. لا، ما هي ذي، بالأخير هي عملية. فهذه أيضا خمس مراحل. آخر نموذج أنا أيضا يعني حاولت أني أجتهد وقلت أبني نموذج خاص فيني، فأنا بنيت نموذج أسهل أربع خطوات وسميته إكبس، يعني هذه من البيئة المحلية، يمكن دربت عليها حوالي 20 مجموعة في زملاء المدربين في سابق على هذا النموذج. نموذج إكبس، الجلسة التدريبية فيها أربع خطوات. الخطوة الأولى اللي هي إثارة الاهتمام، اللي هي generate interest، إثارة الاهتمام بالموضوع. وهنا كيف تبدأ الموضوع وكيف تبين الموضوع أهميته وكيف تدخل الموضوع، وبعد ذلك النوها واللي هو تعرض المعلومات، أعطهم النظريات، المعلومات، المبادئ، أعطهم المعلومات، العلم. بعد ما تعطيهم العلم لازم يسوون براكتس، ممارسة داخل القاعة التدريبية، ويكون أيضا في كوتشنج وفي فيدباك وفي سبورت حتى يكتسبون المهارة. وحتى تستمر المهارة لازم يكون في تعزيز، ولازم الناس يدرب عليها، ولازم يتكلم، ولازم يستمتع. بعدين يرجع مرة ثانية بناء على هذه المهارة أيضا قد تثير عنده اهتمام إلى مهارة أخرى، وأيضا يمشي على نفس البروسيس. أنا حطيت إكبس وهي طبعا الآي والكي والبي والإس على أساس أنها بيئة محلية وأسهل للتذكر. الحقيقة أنا أعتقد أنه يبينا مراجعة حقيقية، ولذلك نصيحتي إذا تدخلون تبغون وقت تدخلون برنامج تدريبي لا يهمك الألقاب، كبير ورئيس ومدري شلون والمدربين وكما معلش الألقاب دي، ما الدكتور فلاني ما الدكتور فلاني، ابحثوا عن محاور الدورة. إذا كانت محاور الدورة تطلعك متحدث جيد وتتعلمك مهارات الإلقاء وكسر الحاجز أمام الخوف من الجمهور، فمعناته ترى هذا دورة إلقاء وليست دورة المدرب. ابحث عن المهارات، هذه الدورة ما هي مهارات التدريب التي تكسبك إياها الدورة. لذلك هذه مهمة، معليش يعني يمكن نحتاج الأشياء هذه. يعني أنا من ضمن صراحة يعني بعض البروشورات اللي شفتها تدريب مدربين، واحد كاتب أنه تخرج على يد أكثر مدري من كم مدري كم متدرب، قدم كذا دورة، معليش وأنت مدرب دائما. يعني الأشخاص احنا صراحة نتعلم أشياء، يعني الآن مثلا نقول لعبة تدريبية، ألعاب تدريبية، معليش احنا تكلمنا على يعني نظرية تعلم الكبار. الكبار ما يجون للقاعة التدريبية عشان يلعبون، يجون عشان يتعلمون. ولذلك مع احترامي لكل من سماها، أنا أختلف مع مسمى ألعاب، هي ما هي ألعاب. الكبار ما يجون يلعبون، هذا الأطفال يلعبون، الكبار يجون عشان يتعلمون. ولذلك تسمى أنشطة تدريبية، تسمى تمارين، تسمى فعاليات. يعني لا نتكلم على بعض الناس، يعني ذلك بعض الناس لأنه يراها أنها لعبة تدريبية، وش يجيب؟ يجيب مثلا بالونات، يجيب مثلا يعني أشياء، ويسووا أبراج ويسووا كذا ويسووا حبال وشيء وسواها وبعدين انتهى، فصارت اللعبة استمتع وانبسطوا ولكن ما فيها تعلم. هذه يسمونها experiential learning، التعلم بالتجربة، وهو أنك تجيب لهم حاجة معينة يسوون فيها تمرين، التمرين هذا يعكس الواقع الحقيقي. ولذلك دائما لما تنتهي على ذلك من أهم المهارات اللي المفروض أنا أذكر في ديل كارنيجي كنا نسويها، أي تمرين أي نشاط تدريبي سواء تسمون اللعبة نشاط أي نشاط تدريبي لازم فيه له تسع خطوات، وإذا أخفق المدرب في التسع خطوات فمعناته فشل في هذا النشاط. ولازم ينتهي آخر شيء نقول له من هذا التمرين ماذا تعلمت وكيف تستطيع أن تعكسها على عملك. فتنسى قضية البالونات والحبال والأشياء الآن، من هنا والله تعلمت أني إذا أردت أنجح أحتاج أني أعمل مع الآخرين، تعلمت إذا أردت أن أنجح أني دائما أبحث على فرصة الجميع ينجح. هنا تنسى قضية النشاط وتنسى قضية إذا ما صار فيها اللي سميه إحنا الديبريف أو الإجاز، معناته الناس يقولون والله لعبة واستمتعنا وتنافسنا وحنفزنا لكن ما له علاقة برنامج. فيعني لذلك يعني أنا أذكر يعني ديل كارنيجي كنا عندنا 10 جدارات ندرب عليها أربع أيام. البرنامج التدريبي كان فيه نسميه الكور كومبتنسي، كان 10 جدارات، وبعدين ياخذ برنامج، إذا برنامج قيادة، برنامج مبيعات، برنامج مثلا لا، وبعدين يتدرب على كيف يتدرب البرنامج، وبعدين آخر شيء نسميه اللاب كلاس، نجيب متدربين مجانا والمدربين يقدمون. أنا أذكر واحد من الداخلين برنامج التدريبي، برنامج 11 يوم طبعاً أيضاً في فجوات ما هو متواصل، 11 يوم، واحد من الأشخاص رسب عندنا في آخر يوم، في آخر ساعة
ليش؟ لأنه ما عرف يسأل الأسئلة الصحيحة. السؤال، إحنا بالبرامج التدريبية هل ندرب الأشخاص على كيفية الأسئلة؟ وهذا نسميها الكوتشينج، وكانت واحدة من الجدارات. هل المدرب يدرب على الأسئلة؟ هل يعرف متى وكيف أنواع الأسئلة؟ متى يسأل؟ وش السؤال اللي المفروض ما تسأله بالتدريب؟ فيعني هذا الشيء، ولعل إذا باقي شيء ممكن نتكلم عنه إن شاء الله بالأسئلة دي. وذلك أعتذر إذا كان يعني أنا ما حبيت إني، ليس الهدف إنه انتقاد لأحد، لكن الهدف إنه نرتقي بالحوار، نرتقي بالتدريب، وهذا أيضا نقاش. يعني كل ما ذكرته هو اجتهاد مني. اللي تشوفونه قدامكم إكبس إذا ترون أنها أسهل من جانية، لأن هذه 9 وربع 5، هذه 4 خطوات اللي يبغى يتدرب عليها. هذه يعني والحقوق محفوظة، ما هي محفوظة، حقوق للجميع، هذا علم وللجميع. فإكبس أنا يعني أدرب الناس عليها لأنها أسهل شوي على شدي، وذلك أيضا يتدربون على كيف يسوي جنريت إنترست، كيف تثير الاهتمام من البداية، كيف تجذب اهتمام الأشخاص من البداية الموضوع. لأنه المدرب دائما يبدأ بالأسئلة، يبدأ مثلا في نوع من البدايات. المتحدث يجي يقول والله اليوم أنا راح أتكلم على موضوع مهم، موضوع إدارة الوقت، هذا متحدث. المدرب دائما يثير الاهتمام، ولذلك يعني في أيضا تقنيات اسمها Disaster Rescue Relevancy Context، هذه بعض الأشياء. من يرغب المزيد يتواصل معي واشرح له إياه. جزاكم الله خير، شكرا لكم، أعتذر على الإطالة أبو سعيد. يعطيك العافية. شكرا يا أبو فيصل، وأنت إنسان راقي، وكثر الله خيرك على إكبس، ما قصرت، وإن شاء الله يا رب أنها تفيد الباقيين، أثريتنا بشكل كبير. وباقي ما خلصنا من محاور هذه الأمسية الجميلة. أبعود لك متحدثنا الأول مهندس مساعد القرني، وحياك الله. نقول لو نصيحتك، ويمكن هذا يكون آخر المحاور في أمسيتنا هذه الليلة، وبوجه نفس السؤال لأبو فيصل، نصيحتك أبو عبد الله للمدرب الذي سيبدأ الآن. والله يا أخي يحاول يكبس. طبعاً الأخ أبو فيصل ما شاء الله أيضاً أعد مادة جيدة، إن شاء الله راح نوصل لها، ولكن أيضاً عندي بعض اللمحات في الموضوع على عجل لضيق الوقت. طبعاً يعني من المهم جداً أنه يحصل على الاعتمادات المناسبة، والاعتماد يعني ما هو شيء سهل إذا كان اعتماد محترم زي ما أشار الأخ أبو فيصل. يجب أن يكون في المسار السليم، من الجهة السليمة، بالأسلوب السليم، والاعتماد بهذا الشكل يعني يستاهل أن يقال له اعتماد ويعتمد عليه. لن أمل من قضية تطوير المعرفة والخبرة، لا يتوقف، خاصة الآن ما شاء الله بحر المعارف والخبرات يعني لا ساحل له. الآن الإنترنت والأونلاين يعني ليرنينج والمؤتمرات والندوات لا يتوقف، من يوم يتوقف يتجمد، لا يتوقف ويكمل تطوير معارفه وخبراته باستمرار. حتى لو كان خبير الخبراء أو قيل له أنك خلاص صرت أنت يعني أحسن المدربين وأحسن الخبراء، لا يتوقف. في الوقت اللي يتوقف فيه العالم يعني يتحركون ويبقى مكانه، لأن العالم يسير بسرعة هائلة جداً. يمارس بكثافة وانتظام في بيئات متنوعة، يعني يحاول قدر الإمكان أنه يمارس بأكبر كثافة ممكنة وبشكل منتظم، ما هو والله سنة يسوي فيها 20 دورة وبعدين يوقف سنتين ما يسوي شيء، لا، يحاول أنه يكون منتظم وبكثافة معقولة وفي بيئات متنوعة، ما يركز والله مثلاً في جهة معينة أو في تخصص معين أو في مكان معين أو في شركة معينة، يحاول أنه يوسع دائرة التنوع، يعني يكسب خبرات هو بنفسه ويرتقي بمستواه ويحتك في عالم يعني كبير ويكسب علاقات ويكسب ثقافات وتتعدل حتى شخصيته وأفكاره ورؤيته للأمور. لازلت أيضاً أكرر قضية لا تسمح باستدراجك لتجارة السوق المفتوح. إيش أقصد بهالشيء؟ الآن صار الشهادات والاعتمادات، يعني على الأقل الاعتمادات هذه اللي ما هي جاية من جهات رسمية، صارت تجارة سوق، يعني
صراحة عرض علي من بداية السنة إلى الآن أكثر من 20 شغلة يقول لك ادفع 1000 ريال 2000 ريال 5000 ريال 1500 ونجيب لك شهادة كذا ونعطيك شهادة كذا واعتماد من كذا. فهذه صارت تجارة وهي تجارة مغرية. فيجب أن الإنسان الجاد يعني الذي يحترم نفسه ويحترم مهارته ويحترم خبرته أن يحذر من أنه يستدرج إلى هذا السوق المفتوح الذي يعني يضيع فيه العاقل والجاهل. هذه مقتطفات يعني خفيفة سريعة. وأرجع لك يا أبو فيصل أو أنت يا أبو سعيد وعند أبو فيصل. الله يعطيك العافية. شكرا أبو عبد الله ما قصرت. بوجه نفس السؤال أبو فيصل، هنقول كيف يبدأ أو كيف يقوم رحلته التدريبية أبو فيصل لو كان في مدرب مثلا يبغى يسمع منك نصائح وتوجيهات؟ ممتاز. لو جينا الآن إلى قضية أنه كيف الإنسان يبدأ رحلته في الاحتراف، وهذه دائرة، لكن يمكن أول شيء حدد المجال. أفضل مدربين، تعرفون من هم أفضل مدربين؟ أفضل شخص ممكن يكون مدرب هو شخص عنده تخصص في مجال معين، هذا اللي نسميه الاسمي Subject Matter Expert، شخص عنده خبرة في مجال يحتاج فقط الآن صار عنده علم وصار عنده ممارسة، يعني صار عنده مصداقية، فقط يحتاج أن يكتسب مهارات التدريب، يكتسب مهارات التدريب ويقدم ذلك. حدد المجال. إذا حددت المجال هنا يمكن الواحد يحطه صمم المادة، اشتغل على تصميم المادة. إذا كنت جديد تصميم المادة لا يعني أنك تروح مثلاً تبحث على مثلاً سلايد شير ولا الأشياء هذه وتجمع الشرايح وتحطها، لا، تصميم المادة لازم تبحث عن شخص يساعدك في تصميم المادة. ابحث عن شخص خبير يسمونه structural designer، شخص عنده خبرة في تصميم، لازم يكون مثلاً محدد مثلاً الناس المستهدفين، في أهداف واضحة، في تنسيق جيد بالنسبة للمادة التدريبية. صمم المادة، ابدأ فوراً، مجرد ما تصمم المادة ابد فورا، ما تحتاج اعتماد. كثير من الناس يقول أنا أحتاج، أنت ما تحتاج اعتماد على أساس أنك تقدم مادة تدريبية، ممكن تدرب أشياء حد يدرب مجانا. ابدأ فورا، تعلم على الأقل، مارس فيها، وكن فعالا دائما. حاول أنك كل مرة تسوي الجديد، لا تحاول أنك يعني تبدأ فخم نفسك من البداية وتعطي نفسك يعني مكانة وانت توك بعدها. ابدأ ولو أنك تقدم دورات مجانية، قدم دورات مجانية، قل لهم فس أنا أبغى أدرب. وفي جهات كثيرة تحتاج، يعني جهات خيرية، المدارس، الأشياء دي ممكن تحتاج بعض يعني الجمعيات وبعض الأشياء دي ممكن تدورهم. كون شبكة علاقات، يعني شوف منهم الناس اللي يشتغلون بالتدريب، منهم الناس اللي عندهم خبرة بالتدريب، وحاول تقول والله أنا أبغى أقدم كذا، وإيش رأيك مثلا كذا، كيف أدخل مثلا كذا. ابحث عن مثلا أيضا مراكز التدريب، مركز تدريب مثلا معين، يقول انا مثلا انا عندي متخصص في هذا المجال. الجهات لما يجيهم لو نقول مثلا خلينا يجيهم مدرب معتمد، واحد حصل على الاعتماد ولكن ما عنده خبره، واحد عنده خبره ولكن ما عنده اعتماد، تتوقعون يختارون من يختارون؟ صاحب الخبره ولا صاحب الاعتماد؟ صاحب الخبره. عموما هم يبغون صاحب خبره، صاحب خبره، نعم. اهم شيء يبغون واحد، انت لا يمكن، لانه يعني كما يقال انت خلك مرشد سياحي وليس مسؤول مكتب سياحه. شو الفرق بينها؟ المرشد السياحي هو اللي ياخذ الناس الى اماكن راح لها، هذا المرشد السياحي. وذلك هذا المدرب اللي عنده خبره احنا نسميه مرشد سياحي. لما يجي للناس يقول والله المكان ممتاز وكذا، يقولون انت رحت؟ قال انا رحت، انا دائما اودي مجموعات. فهو مرشد سياحي يودي الناس لاماكن يعرفها، بينما مسؤول مكتب السفر والسياحه يودي للناس، يوديهم لجميع مناطق العالم وهو جالس في الوكالة، يمكن في 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 الرياض ولا بالجبير ولا شيء. يقول قال أنا والله ما عمري سافرت. فخلك مرشد سياحي. مرشد سياحي هو الشخص اللي عنده مصداقية أكثر، وليس الشخص اللي بيع مثلا جولات سياحية لأماكن هو أساسا ما يدري عنها، إنه مجرد سمعنا وشافه بالصور. فهذه مهمة جدا، شبكة العلاقات. بعد ذلك ادخل دورة تدريب مدربين. لذلك كبداية قد ما تحتاج دورة تدريب مدربين، ممكن بعدين تدخل دورة تدريب مدربين عشانك أيضا ترتقي الاحتراف حتى تصل لمرحلة الاعتماد. وأبو أقول لكم ما أدري ما هي السر صراحة. أنا يمكن أنا ماخذ اعتماد ديل كارنيجي يمكن من 2000 وتدريب مدربين يمكن من 2010 تقريبا، وأخذت الاي تي دي من 2017، والحمد لله يعني يجيني طلبات كثيرة على تدريب، ولا أذكر أنه جهة قالوا أنت مدرب معتمد. أحد يسألك عن الاعتماد،
الاعتماد لك كشخص انك ولذلك لا تحصل على الاعتماد كشهاده لانها لا تعني شيء، بل بالعكس ممكن ضررها عليك. اذا كنت بقول لك والله انت تقول انا معتمد من الجهه الفلانيه، انا معتمد من جهه عالميه، انا معتمد من امريكا ولا من كندا ومن بريطانيا، وبعدين يزول ان مهاراتك ضعيفه جدا، مصيبه. الجهات لن تسال عن الاعتماد، انت معتمد منين، ولكن تسال انت ايش الخبره اللي عندك. انت الان تبي تدرب مثلا دوره بالمبيعات، وايش خبرتك من المبيعات؟ انت بتدرب دوره بالقياده، هل عمرك صرت قائد مدير ولا ما عندك؟ انت بتدرب على دوره مثلا بالمشاريع، اداره المشاريع البي ام بي، هل انت اساسا يعني كنت مسؤول، طبقت، ادرت مشاريع؟ هنا نتكلم على المصداقيه. ولذلك يعني كثير للاسف من الناس يبحث عن اعتماد المدرب حتى لو كان مجرد ورقه، ورقه ما تعني شيء. يعني انا من الاشياء اللي احيانا انزعج منها خاصه بالندوات، انه يجيك ناس في شهاده على الندوه، الشهاده لا تعني شيء، الشهاده مجرد ورقه. الشهادات الاكاديميه مهمه، الشهادات المهنيه مهمه جدا، لكن شهاده دوره ما هي مهمه. المهم ماذا اكتسبت في هذه الدوره. الا شخص خريج جديد يبحث عن وظيفه، فبالنسبه له السيره الذاتيه ما فيها شيء، فيحتاج يجمع فيها شهادات على اساس انه ايضا يعني تعطيه فرصه اكبر. من افضل كتب، والكتاب اللي موجود هذا من افضل الكتب اللي قراتها في مهارات التدريب، هذا الكتاب لسيدة اسمها شيرين بومان، اسمها 10 مينت ترينر، وحاطه تقريبا 150 طريقه للتدريب. طبعا المنهجيه حقت الكتاب وش هي، وهذه منهجيه التدريب الصحيح، وهذا اللي يمشون عليها الان التدريب المدربين يعني العالميين، انه دائما يقول ترى مرحلة التركيز للمتدربين قصيرة جدا جدا، وخاصة الكبار، يمكن الصغار أيضا كثرهم. إذا أنت تتكلم أكثر في أكثر من خلينا نقول مثلا ربع ساعة ولا نص ساعة، ترى الناس خلاص انشغلوا، بدأوا يطلعون من القاعة، بدأوا يشغلوا جوالاتهم، بدأوا يسلفون معهم. طبعا شيرين بومان تقول المفروض كل حاجة، عفوا كل 10 دقائق لازم تعطيهم شيء على أساس إنه ما يشعرون بالملل ولا تفقدهم. ممكن يكون سؤال، ممكن يكون تمرين، ممكن يكون نشاط، كل 10 دقائق لازم تعطيهم. ولذلك وضعت 150 طريقة كيف تسوي كل 10 دقائق، وهنا مهمة جدا في برنامج التدريب. لكن الحقيقة نجي لما شخص يتكلم يعني احنا ايضا بالتوست ماستر نقول لا تتكلم اكثر من 15 دقيقة يعني اذا كنت مدرب. في عالم التدريب يعني التدريب ليس محاضرة، التدريب ليس استعراض مهارات القاء، التدريب لا يكون تركيزك كمدرب على نفسك، إنما التركيز على المتدربين واكتسابهم من مهارات. لن يكتسبوا المهارات من الشرائح اللي عندك ولا من الأمثل اللي عندك، يكتسبون المهارات من الممارسة والممارسة والممارسة والممارسة، أيضا الممارسة مع التوجيه، مع التغذية الراجعة، وأيضا مع التوجيه. هنا الشخص اكتسب المهارة، إذا مارس داخل القاعة التدريبية يستطيع برا مارسها، سواء كمدرب ولا أي شخص في أي دورة. دائما في أي دورة، يعني أنا حتى كنت أقدم تدريب مدربين لناس يقدمون دورات فنية، قالوا حنا يعني دوراتنا فنية، دورة مادة كلها تعليمات وما تعليمات، مهما كان أوجد مجال أنك يكون في تفاعل مع المتدربين عن طريق الأنشطة، عن طريق التمارين. هذه بعض الأشياء، وأعتقد أنه ممكن نخصص الوقت الباقي إن شاء الله، معنا وقت باقي للأسئلة والأجوبة. فأتمنى أن يعني أن اللي قدمنا حتى الآن إن شاء الله أن يكون في فائدة للجميع. شكرا لكم، شكرا سعدي وسعيد. لا في حبيبي، الله يرضى عليك، شكرا، وما قصرت أبو فيصل، والشكر موصول لأبو عبد الله، ما قصرت صراحة، أثريتونا بشكل رائع جدا في هذه الليلة. وإلى هنا انتهت المادة العلمية، وبنبدأ الآن إن شاء الله في الأسئلة. وأعتذر حقيقة عن الرد طبعا عن الأسئلة التي جاوبوا عنها الضيوف الأفاضل، يعني أغلب الأسئلة اللي قدامي تقريبا تم الإجابة عنها، وكذلك الأسئلة اللي غير مفهومة يعني. فبنبدأ من سؤال للأستاذ والمدرب نشمي الحربي، بوجه لك أبو عبد الله. يقول أستاذ نشمي، هل الاعتمادات التي تؤخذ من جهات محلية لشهادات دولية تعتبر اعتماد دولي أم محلي؟ والله أنا الحقيقة ما مر علي يعني شيء أستطيع أني أقول اني اعطي جواب موثوق في هالجانب. يمكن اخوي ابو فيصل اعرف بحكم انه حصل على يعني اعتمادات دوليه عامه. اعتماداتي الدوليه انا متخصصه شوي يعني في الهندسه، في الصناعه، في كذا.
ففي الغالب خارجية، ولكن أيضا عندي اعتماد من الهيئة المهندسين السعودية في عدد من التخصصات ما أظنها تنفع برا حقيقة. يمكن تنفع في الخليج، ولكنها ما أظن مثلا تنفع في أوروبا وأمريكا. يمكن تنفع بشكل ودي بس ما تنفع بشكل قانوني رسمي في 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 فهمي أنا، في في اطلاعي وفي انطباعي. ممتاز. طيب تبغى تضيف حاجة على الموضوع هذا ولا؟ يعني أنا بقول في 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 يعني في في قانون بالعالم يقول لك أي جهة تدريبية ما تعطي اعتماد، لا يمكن تدرب وتعطي اعتماد، لأنه هنا في في تعارض بالمصالح، في تعارض بالمصالح. ولذلك كثير مثلا الاي تي دي طبعا تقدم دورات وتقدم اعتماد، ولكن الاعتمادات عن طريق يسمونه سيرتيفيكيشن انستيتيوت، معهد خاص بالاعتماد. هذا المعهد منفصل عن الجهه اللي تقدم التدريب. لما نجي مثلا اعتمادات الموارد البشريه، مثلا شرم جهه يعني تعتبر من اكبر الجهات العالميه في اعتمادات الموارد البشريه. شرم عندهم حاجه يسمونها سيرتيفيكيشن انستيتيوت اللي هو معهد الاعتماد، فلا يمكن جهه تقدم التدريب وتعطي الاعتماد، لانك بالطريقه هذه ايش بتسوي؟ الجهه هذه تبي تعطي الناس كلهم اعتمادات على اساس تثبت ان التدريب حقها صحيح او التدريب حقها ناجح. هنا لما تكون جهات محليه تقدم اعتمادات عالميه، السؤال هل الجهات هذه يعني هي ماخذه مثلا الوكاله من الجهه العالميه؟ هل الاعتماد يصدر من الجهه اللي هنا ولا الجهه العالميه؟ إذا كان الجهة لا، إنما هم أخذوا منهجية مثلا من الاي تي دي ولا مثلا من شرب ولا من السي اي بي دي ولا شيء، وقالوا حنا نسوي اعتماد. لا، إذا أنت مخول، السؤال دائما أسألهم هل أنتم عندكم تصريح من الجهة العالمية أنكم أنتم تقدون الاعتماد؟ إذا قالوا نعم فمعناته يعني الأمور صحيحة، إذا كان ما عندهم لا فمعناته أنهم ألذ اعتماد، هذا لا يعني شيء ولا له علاقة بالاعتماد العالمي. جميل. وفيصل خليك معي، هذا السؤال لك طبعا. يقول مع أستاذ سالم يسأل، يقول مع جائحة كورونا بعض الشركات تطلب تحويل الدورات إلى أونلاين عن بعد، وهذا هذا الدارج الأيام هذه، يعني من وجهة نظرك، وهو سؤال جميل، يقول ما هي الساعات التدريبية المناسبة باليوم الواحد للمتدربين عن بعد مقارنة بالفيزيك أو المباشرة يعني؟ طيب احنا أحيانا يعني في التدريب عن بعد احنا بين يعني صرنا بين ناقضين احيانا. بعض الناس كانوا يقولون اول مستحيل تقدم دوره عن بعد قبل كورونا، الان ناس قالوا كل شيء تقدر تقدمه عن طريق الاونلاين. الحقيقه شوف، التدريب الالكتروني يكسب معارف ويكسب مهارات بسيطه جدا، لكن لا نتوقع انه دائما اكساب المهارات. حتى من الجهة العالميه، حتى لو رحتوا للجهات الاي تي دي وغيرها، تقول لك دائما التدريب الالكتروني يكسب الاشخاص معارف، يعرفون معارف، لكنه ما يكسبهم مهارات، لان المهارات تحتاج له تدريب مباشر، تحتاج له ممارسه، تحتاج لها يعني تغذيه راجعه. الا بعض المهارات البسيطه، يعني مهارات بسيطه ممكن، يعني واحد مثلا بيتعلم مثلا الباوربوينت مثلا مهاره ممكن يتعلمها اونلاين، فالمهارات البسيطه ممكن يكتسبها. اما عدد الساعات يعني انا اتوقع انه يمكن، وهذه مجرد وجهة نظر وليس قائمة على أي دراسة علمية، مجرد وجهة نظر، أنا أعتقد أن أول شيء تحتاج مهارات عالية جداً بالمدرب، مهارات عالية جداً بالمدرب، أنه يستطيع أنه يدمج المتدربين. يحتاج أنه أيضاً عنده معرفة قوية جداً باستخدام التقنية المناسبة، استخدام التقنية بشكل صحيح. الحاجة الثالثة لا تكون يعني متفائل جداً، أنا أتوقع أنه أربع ساعات يمكن كحد أعلى. نعم. التدريب الإلكتروني مع أنه يكون مثلاً في كل ساعة في استراحة أو في وقفة في شيء، أنا أعتقد أنها هي المناسبة، لكن هذه مجرد وجهة نظر. أنا أعتقد أنها 4 ساعات أكثر شيء. الله يرضى عليك، شكراً جزيلاً أبو فيصل. أبو عبد الله في سؤال يتحدث يقول هل الرسوم سنوية يقصدون 2000 ريال الظاهر حقة الرخصة المدرب المعتمد، هل هي سنوية ولا؟ والله طبعا سنتين في الحالة اللي أنا يعني يوم دخلت أنا في الاعتماد سنتين عاد هل تبقى مثل ما هي تتغير تزيد تنقص ما عندي خبر والله، ولكنها في المرة الأولى سنتين 2000. جميل. طيب نبي نتوقف شوي عن الأسئلة في الـ Q&A وبنتوجه حق المشاركات الصوتية. في عندنا الزميل المدرب وأخونا عضو في ديوانية الجبيل الأستاذ محمد المساوى، عنده أعتقد مداخلة صوتية. تفضل أستاذ محمد إذا ممكن بشكل مختصر. الله يحييك.
من الشخص؟ السلام عليكم. محمد المساوة. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله استاذ محمد، تفضل الله يحييك. الله خير ابو سعيد، وشكرا للاخوان الاعزاء الكريمين الاستاذ المهندس مساعد والاستاذ سعود اللي اثرونا اليوم حقيقه، ويعني شرفونا بالطرح الثري والطرح الجميل والرائع والمؤصل والحقيقه. لكن انا عندي يعني مداخلات بسيطه على عجاله اذا تشكر سمحتوا لي. ما ادري صوتي واضح ابو سعيد؟ واضح الله يحييك، تفضل الله يذكرك في المداخله هذا ابو عمر. بالنسبه للاي تي دي الاخ سعود العمير تكلم عنها، طبعا بلا شك احنا كلنا نعرف انه الاي تي دي على راس الهرم في العمليه التدريبيه وفي في في اعطاء الاعتماد. لكن انا مع يعني ممكن نختلف انا والمستشار سعود في بعض النقاط ابغى ابدا فيها وبعدين ارجع للمهندس مساعد لان ما عندنا خلاف معه. النقطه هل يعني في امكانيه مثلا شركه زي الاب سكيلز عندنا الان هنا كونها قاعد تبادر وقاعد نتكلم عن جدارات وقاعد نتكلم عن معايير احترافيه، هل في امكانيه انها تتبنى تكون مثلا رابط كونكتر ما بين المدربين اللي لا يجيدون اللغه الانجليزيه ويقدم برنامج باللغه العربيه بحيث انه يؤهل لاعتماد المدربين؟ الصوت راح يقول واحد. لا نسمعك ابو عمر، استرسل تفضل. واضح واضح صوتك. إيه، هل في امكانيه ان تتولى مثل شركه الاب سكيلز الان انها تقدم برنامج باللغه العربيه بحيث انه يتاهل الناس اللي لا يتقنون اللغه الانجليزيه حتى ما تكون عائق عندنا؟ يعني بالعكس حتى الاي تي دي كذا تكون عمليه مغلقه بالنسبه لهم اذا الشرط اني انا مثلا اتقن اللغه الانجليزيه. انا اعرف كثير وانا ادرب تدريب مدربين من سنوات وناس كثير ودهم يحصلون على الاعتماد، انا شخصيا ودي احصل عليه لكن لغتي تمشي الحال بس مش اللغه البيرفكت اللي تخليني مثلا والله ادخل واتكلم واختبر وكذا او اني ادخل في برنامج. فهذا السؤال الاول للمهندس سعود، اذا في امكانيه انتم كمدربين معتمدين من الاي تي دي، انت او الاستاذ سليمان او اي واحد من الاخوان اللي معتمدين في الاي تي دي بالتنسيق مع الاخوان في الاب سكيلز والاستاذ عبد الله والاستاذ عبد الله الشريف والاخوان، انه يعمل اتفاقيه معهم انه يقدم برنامج الاعتماد هذا باللغه العربيه ومن يجتازه ويعرب الاختبار ومن يجتازه توصون بمنحه الاعتماد. حتى حقيقه هذا الامر لو حصل هو بزنس بالنسبه للاب سكيلز، لكن ايضا هو فاتحه باب لكثير من الناس اللي عندنا في الميدان ومبدعين وممكن يعني يحصلون على هذا الاعتماد. فهذا السؤال الاول لك استاذ سعود. النقطة الأخيرة أو النقطة الأخرى بالنسبة لك أخوي سعود اللي هو موضوع تدريب المدربين الموجود حاليا، أنت كان عندك يعني نقطتين أنا نقطة أتفق معك فيها اللي هي موضوع اللي ذكرتها في المسيرة الاحترافية في الأخير اللي هو بعض الناس قاعد ينفخ نفسه وهذه مشكلة. أنا في مرة من المرات يعني في جون الماضي جون 2019 قدمت دورة تدريب مدربين، بعدها بشهر ونص طلع واحد من المتدربين اللي عندي يعني ما كمل شهرين منزل التعريف قبل اسمه ثلاثة سطور المدرب المحترف العالمي المدري إيش مدري إيش، وهذه كلها لا أساس لها من الصحة. فأنا معك ضد أن الواحد ينفخ نفسه بمسميات أو ألقاب قد تكون بعيدة عن الواقع، لكن هناك مقومات أساسية وأتفق أيضا معك في أنه كثير من اللي دخلوا ميدان هم المعلمين وأنا أحدهم. انه انا اذكر الشباب هذا ويذكر الاخوان اللي حضروا عندي منهم بعض الحضور انه اكثر من اضر بالعمليه التدريبيه نوعين من الناس، المعلمون والتوست ماسترز. المعلمون يعتقدون ان كل التدريب هو القاء معلومه وماده ومعرفه، والتوست ماستر يعتقدون ان كل التدريب هو مهارات القاء. بلا شك ان تحتاج ان يكون عندك معرفه ولكن تحتاج ايضا الى مهارات انك تقف تتحدث مع الناس حتى تستطيع ان توصل المعلومه حتى تستطيع ان تدير العمليه التدريبيه اثناء الجلسه. الله يعطيك العافيه. اي هذا ما اردته. الاستاذ مساعد المؤسسه ما شاء الله ذكرت واجبات. تحاول تختصر شوي عشان وقت ذكرت واجبات واحكام وعقوبات المؤسسه لكنها لم تذكر ما هي مميزات او ماذا سيحصل عليه المدرب. شاكر مقدر لسعه صدركم. بارك الله فيك. تفضل ابو فيصل اذا ودك تعلق او ابو عبد الله. طيب شكرا لاستاذ محمد، ذكر النقطه الاولى الاي تي دي بالعربي.
أنا أفتخر في حاجة واحدة صراحة، إني أول من جاب الـ ATD للمملكة العربية السعودية في 2009 كنت أنا أثناء عملي في ارتياد، كنت مدير عام ارتياد، فكنت يعني تعاقدت مع الـ A-Studio وقتها في 2009، و2010 كان عندنا شراكة، فكان كانت ارتياد هي ممثل الـ ATD. وصراحة خلال الفترة 2010-2009 عملنا شيء يمكن لم يعمل في تاريخ الـ ATD. الـ ATD طبعا عمره حوالي يمكن 8 سنة تقريبا، حوالي 8 سنة في أمريكا، وكان اسمها الـ ATD وتغيرت الـ ATD. فعملنا حاجة معينة، وإذا كان في أحد من زملائنا هنا من مدربي ديل كارنيجي يمكن يذكر هذه المعلومة، ترجمنا جميع البرامج حقتهم للعربي وقدمناها كلها بالعربي، وأيضا سوينا اعتماد المدربين على البرامج وقدمناها بالعربي. للأسف أنا يمكن 2011 طلعت من ارتياد ورحت لسابك، فما كان في أحد ماسك هذه الشراكة، يمكن تقريبا يعني تقريبا توقفت. الATD الآن لها ممثل في، لها شريك تجاري اللي هو انفورما في دبي، وهم يشتغلون. أنا بما أني يعني إلى الآن أنا شغال مع الATD كمدرب، أنا مدرب معهم غير أني معتمد، لكن أنا أيضا أقدم البرامج حقتهم، ويمكن في أحد حضر معي برنامج الكوتشنج قبل سنتين في الرياض. الحاجة اللي صراحة أنا جالس أضغط عليهم فيها إنهم لازم يكون لهم نشاط، بمحكم علاقتي معهم لازم يكون لهم نشاط بالمملكة. ومن ضمن الحاجة اللي أنا شغال معهم فيها إنه في عندهم واحدة من الاعتمادات من CPLP اللي أصغر منها اسمها APTD Associate Professional Talent Development، جالسين نشتغل عليها الآن إنها تقدم بالعربي. هذا اعتماد للناس اللي بيدخلون في تنمية وتطوير المواهب بيكون بالعربي، فإن شاء الله. وكان صراحة يعني المفروض إن السنة هذه في مارش المفروض إني كنت أقدم برنامج APTD، ولكن اللي صار يعني تأجلت، فهذه لعلها تكون إن شاء الله بالبداية. ولكن أنا يعني بحكم علاقتي القوية مع الATD أنا أعتقد شهادة تدريب المدربين إنها من الشهادات المهمة جدا إنها تقدم بالعربي، ولعلها إن شاء الله خلال سنتين إن شاء الله يتم تقديم الATD تدريب المدربين، لأنه فعلا برنامج قوي جدا، وإنه يقدم باللغة العربية إن شاء الله للمدربين. كان هذا السؤال للأخ محمد. هو طبعا يعني تكلم على قضية انه بعض المدربين اللي بالغ والاشياء هذه، فهذه انا اتفق معه فيها. الله يعطيك العافية، شكرا. وشكرا ابو فيصل على زف هذه البشارة الجميلة صراحة، برنامج ATD يقدم بالعربية خلال الفترة القادمة. في اي اضافة ابو عبد الله قبل ان نروح حق سؤال موجه لك؟ يعني هما هو اضافة، مجرد تعليق بسيط. تذكرون أنا قلت أن يعني ما عندنا نسق منهجي لحد الحين شامل كامل، فالمثال اللي ذكره أبو فيصل الحقيقة أكد الشيء هذا، يعني اجتهادات من أبو فيصل الله يعطيه العافية والناس النشامة المتميزين من أمثاله، بس ودنا يكون الشغلة أكثر، يعني ودنا تكون يعني مؤسسية منهجية على مستوى حتى المؤسسات الخاصة والعامة، يعني علشان يكون فعلا يعني للشغل هذا استمرارية وثبات ورسوخ في واقعنا الاجتماعي والصناعي والأعمال والتعليمي وكل التخصصات والمجالات. جميل، خليك معانا سعادة المهندس مساعد القرني. في سؤال جانا من الزميل واستاذنا سلمان السهيل، يمسي عليكم بالخير، ويقول: من خبرتكم هل يوجد هناك تنسيق بين المؤسسة العامة للتعليم التقني والفني ومع مؤسسة ATD؟ أولاً الله يحيي أبو فايز ويحييك ويحيي الجميع. وبالنسبة لي أنا ما أستطيع أجاوب على السؤال هذا فيما يخص ATD، لأني ما حقيقة ما اشتغلت مع ATD، ولكن أدري أنها تحاول، يعني المؤسسة التدريب تحاول يعني تربط علاقات وتربط شراكات وكذا، ولكني ما أدري عن علاقتها مع ATD. أتوقع أن أبو فيصل عنده يمكن تفاصيل في الموضوع هذا أفضل مني. جميل. حسب معلوماتي ما في، أذكر أنه يمكن في 2010 لما بدأت الارتياد يعني هي الوكيل للATD في وقتها، كان في نقاش يعني على دخول المؤسسة، ولكن حرقي ما صار شيء إلى الآن، ما في شيء. الآن اللي صار داخل الـ ATD أنه تم تشكيل نسميه الـ ATD MENA Network. طبعاً الـ ATD هي جهة غير ربحية الـ ATD، فهي تعمل من خلال إما شريك تجاري زي انفورما في دبي، أو تعمل من خلال يسمونه Network
فتم تشكيل العام الماضي في مايو تم تشكيل الـ ATD مينا نتورك ومقرها في أرامكو، فالزملاء في أرامكو شغالين، وتم إطلاق هذا الجهد، ولعل إن شاء الله يعني يكون فيها أيضا بعض الجهود إن شاء الله عن طريق الـ ATD مينا نتورك ممكن تدخل. لكنه أيضا يمكن ذكر تحت الزميلات أنه أيضا مركز الأعمال في معهد الإدارة صار العام الماضي بينهم بين الـ ATD نوع من الشراكة، فصارت الآن البرامج تقدم، وقدمت أعتقد برنامج تدريب مدربين لكن بالإنجليزي، قدم في معهد الإدارة العام الماضي، صار فيه نوع من الشراكة بين مركز الأعمال في معهد الإدارة وبين الـ ATD، ويمكن هذه هي صراحة تكون البديل للمؤسسة، قد تكون يعني في هذا الشراكة مع الـ ATD قد تكون معهد الإدارة هو يمكن الأنسب، ولأنه هم اللي أخذوا قدم السبق وهم اللي اشتغلوا فيها. جميل أبو فيصل، هذا يمكن يكون ردك على سؤال ظافر الدوسري اللي يقول لك ما رأيك في مراكز كثيرة في الوطن العربي التي تقدم الاعتماد المدربين بالنسبة لأصدقها وأوثقها، مين بوجهة نظرك يعني؟ والله أنا وجهة نظري بغض النظر على الجهة، أنا أشوف البرنامج، إذا البرنامج برنامج حقيقي، إذا البرنامج فعلا يخرج منه المدرب اكتسب مهارات التدريب، فهذا برنامج قوي بغض النظر عن المسمى. أما أن يكون والله البرنامج أنه والله مقابل رسوم وتدفع تعبئة بنموذج ولا شهادة ولا شيء، وأشياء ممكن عن طريق أونلاين ولا شيء، فمعناته مشكلة، فهي بغض النظر عن الجهة. أهم شيء ممكن بعض الناس يبغى الاسم، الاسم إذا تبغى الاسم راح للATD، راح لغيرها، راح لدل كارنيجي، راح للشركة الثانية مثلاً، الجهات العالمية يعني دل كارنيجي يمكن عمره أكثر من 100 سنة يعني، والATD عمره 80 سنة. لكن وأنا أعرف إنه في بعض المراكز يمكن في الخليج قوية جداً في برامج تدريب المدربين، وطلعت على بعضها عنده برنامج قوي، فالأهم البرنامج وليس المركز بغض النظر عن من الشخص أو المركز، لا يهم اسم المركز ولا يهم اسم الشخص، أهم شيء هل البرنامج فعلا فيه المحاور حقة البرنامج، طريقة البرنامج، إعداد البرنامج، المدرب يتخرج منه وعنده ثقة أن يقدم دورة تدريبية، لا أنه يكون عنده ثقة أنه يقف أمام الجمهور. جميل جميل، الله يعطيك العافية. أبو عبد الله، لا تروح يا أبو عبد الله، تعال السؤال لك، الله يعطيك العافية. سألنا هنا أستاذ عبد السلام المعيوف أعتقد، يقول لك ما رأيك في اتحاد المدربين العرب والذي يسعى لتوحيد إطار عام لعملية التدريب في الوطن العربي، رأيك بصراحة؟ والله رأيي بصراحة ما راح يكون دقيق، لأن أيضا ما صار لي احتكاك فيهم، ولكن يعني أنا ما ودي أدخل في قضايا شوي حساسة. المؤسسات التي يعني تمثل القطاعات العربية فيها ضعف عام يعني، حتى اللي لها 20 سنة و30 سنة، وأكتفي بهذا، ما ودي أتعمق شوي لأنه موضوع حساس. جميل. طيب يسلم عليكم مستشار عبد العزيز الأحمدي عضو مجلس إدارة شركة تطوير المهارات، ويسلمك بشكل خاص، ويسلم عليك أيضا مهندس مساعد سلام خاص يعني. الله يسلمك ويسلمه. يسألك يا أبو فيصل، يقول كيف إمكانية حصول على الاعتماد من الـ ATD عن طريق الأونلاين؟ الحقيقة الآن صار البرنامج الآن اللي يدخل على موقع الـ ATD td.org، اللي يدخل يلاحظ أنه برنامج Train the Trainer الآن صار أونلاين بسبب الوضع، كثير من دورات الـ ATD الآن صارت أونلاين، فاللي بيدخل على الموقع الآن يبي يشوف أغلب الدورات صارت أونلاين. جميل جميل، ايضا بشاره جميله والله. ابو عبد الله، انت ما شاء الله يعني سيرتك القياديه ما شاء الله عطره جدا، وقد يمكن تخدم الاخ محمد هزازي في هذا السؤال. يقول انا في العمل مسماي الوظيفي مشرف، والمطلوب اني ادرب الموظفين اللي اشرف عليهم حتى يكونوا مؤهلين ويؤدون عملهم، هل احتاج احضر دورات اعتماد وتاهيل ولا متطلبات العمل، ولا اقدر انا اجتهد وابدا معهم في هذا السلك؟ أعتقد أنه يدربهم على بعض المهام يعني الخاصة بالعمل. والله شوف، طبعاً إذا كان الشركة نفسها تتطلب شهادات معتمدة لازم تحصل على اعتماد من الجهة المعنية بهذا التخصص أو بهذا المهارة. أما إذا كان لا، مجرد تطوير مهارات وقدرات العاملين، لا، هذا إنهاوس يعني برنامج داخلي ما يحتاج، يعني هو الشركة نفسها تصدر شهادة للمتدربين وتصمم برامجها وتجعل أحد الناس يعني المتمرسين في داخل الشركة يقوم بهذا الدور. فأنت الآن دورك أنك تقوم بنقل الخبرة والمعرفة
والشهادة تكون شهادة رسمية من الشركة ليس إلا هذا. إذا أني فهمت سؤالك بشكل سليم، أما إذا كان فعلا الشركة تتطلب يعني شهادة دولية أو شهادة إقليمية أو محلية تحتاج اعتماد، فهذا لا كلام آخر، قد يحتاج إلى اعتماد يعتمد أيضا على التخصص، لأن هذا عالم كبير يعني بعض التخصصات لازم لها اعتماد وبعضها حتى ما لها اعتماد، أهم شيء أنك تجيد التدريب وتؤدي بشكل جيد. جميل جميل، الله يعطيك العافية. أبو فيصل، في الأخت ليلى حمدي تسأل: هل أستطيع أن أقول صياغة السيرة التدريبية تحقق قيمتها الحقيقية من ناحية الخبرات؟ يعني هل تدعمني تدريبيا بشكل كبير؟ الخبرات ولا إيش؟ إيه نعم، من خلال السيرة الذاتية إذا كانت ثقيلة بالخبرات هل هي تدعمها بشكل كبير؟ أهم شيء الخبرة صراحة، ولذلك يعني خاصة نتكلم على التدريب الاحترافي. التدريب الاحترافي أنك تدريب المدرب المحترف، هو المدرب المحترف اللي يدرب في جهات احترافية عندها تحليل احتياج فتعرف بالضبط ما تبي، وعندها آليات التقييم، والتدريب بالنسبة لها ليس مجرد أنه ترفيه، وتدفع مبالغ بالتدريب، ولذلك المدرب المحترف هو المدرب اللي يحصل على يعني مبالغ بالألاف بالنسبة لليوم التدريبي. لذلك يعني أهم حاجة يعني الواحد لما يقدم على جهة معينة لن ينظرون على الاحتراف قد ما ينظرون على الخبرة. أنت بتدرب هذا المجال، وش خبرتك في هذا المجال؟ أنت بتدرب على المشاريع، بتدرب مثلاً على مثلاً التدريب في بيئة مثلاً معينة، ما هي خبرتك في هذا المجال؟ هل أنت مارست ولا لا؟ مثلاً زي يعني يمكن ذكرنا مثلاً القيادة، لا يمكن واحد يدرب على القيادة وهو عمر ما صار مدير. يعني لا يمكن، معليش لا يمكن واحد والله واحد يقول مثلاً أنا أدرب على التمييز المؤسسي ولكن هو لم يعمل يوم في بيئة احترافية. واحد يقول أدرب على القيادة في المنظمات وهم ما عمره فعلاً أشتغل في منظمة. ولذلك مهم جداً صراحة إن الإنسان يكون عنده خبرة بالمجال. لذلك أنا أرجع الكلام اللي قلته قبل كذا، أفضل المدربين هم الخبراء في المجال، subject matter expert. هذا مدرب عنده مصداقية عالية لأنه هذا مرشد سياحي، فقط يحتاج مهارات التدريب لأنه عنده العلم. مجرد ما يقف قدام الناس يقول أنا اشتغلت كذا وكذا وكذا، يعني اللي حاجة أنتم بتسوونه بتدربكم عليها، ترى أنا اشتغلت لسنوات، أنا كنت مسؤول في كذا، أنا كنت مدير في شركة فلانية أو في الجهة الفلانية. هذه الخبرة صراحة اللي يحتاجها المدرب. أنا مثلا كشخص مثلا سعود الأمير ما يمكن أروح أدرب أروح مثلا أدرب بالمجال التربوي وأنا بحياتي ما اشتغلت بالتربية، ما عندي مصداقية، لا أعرف البيئة التربوية ولا عشي. لكن قد يكون واحد معلم أو مشرف أفضل مني بلا شك، أفضل مني في هذا المجال. أنا ممكن أدرب على القيادة في المنظمات، التمييز المؤسسي، هذه الأشياء هذه لأني أنا اشتغلت يمكن سابق شركة تاسعة لي، يمكن هذه عاد معلومة شوي، لكنه يعني عملت في 9 شركات فأعرف بيئة المنظمات، أعرف البيئات الاحترافية. الله يعطيك العافية. أبو عبد الله، في الأخت هند تسأل تقول: هل الشروط تنطبق علينا إحنا كبنات يعني أو كجنسنا الآخر؟ نفسها بالضبط، يعني يمكن هي متحرجة من قضية التسجيل الفيديو وكذا، فهل ينطبق عليهم نفس الشروط في المؤسسة؟ والله أتوقع ينطبق عليهم، وما أتوقع أن المؤسسات يعني ما أقدر أقول جزما، ولكن ما أتوقع أنها لازم تلزمها أن والله مثلا تكشف وجهها. إن صح أتكلم المؤسسة والتواصل مع المؤسسة، الحقيقة أنا أكلمهم بشكل يعني منتظم في إدارتهم هنا في الدمام، وعندهم أيضا رقم يعني اتصال مفتوح تتكلمهم تسألهم، يعني الأمر سهل الحمد لله. بس الشروط تنطبق على الذكور والإناث بشكل واضح، وتستطيع أن تكون مدربة معتمدة بشكل ممتاز، ما في أي خلاف. الجزئية هذه بس تتأكد منهم فقط. ممتاز. أبو فيصل يسأل عمان الحربي يقول: لو دربت وأنا ما أحمل الاعتماد أتحاسب قانونية؟ اعتمد المدربين؟ إيه. والله شوف أنا ما أعد طبعاً، هذه المؤسسة، هذا نظام المؤسسة. طبعاً نظام المؤسسة رخصة المدرب، هي رخصة أقرب من اعتماد، وإن كان يعتمد مدرب معتمد، لكن هم يعني سموها رخصة. الرخصة أنك يعني ترخص للشخص أنه يقد يمارس الحاجة، لكنها ما لها علاقة في جودة وكفاءة الشخص، لأن المؤسسة لا تقيس يعني جودة وكفاءة هذا المدرب، ما يدرون عنه، إنما بناء على الأشياء اللي يرسلها. يمكن حتى الفيديو ما يعطي تصور كامل، ولذلك يعني المؤسسة وضعتها على أساس تضبط الممارسات. هدف المؤسسة يمكن الرئيسي، وأنا ما تقدر أتكلم باسمهم، لكن
بما أني يعني أتعامل مع المؤسسة كأحد المدربين الموجودين، أعتقد أنهم كان ضبطه أنها ما يكون في شخص يدرب في كل المجالات. لذلك من الأشياء الموجودة بالشهادة دائما رخصة المدرب أنه يكتب وش المجال اللي يدرب فيه هذا الشخص، فيحق له تدريب في المجال مثلا القانوني، المجال الإداري، المجال الاقتصادي، المجال البيئي، يحدد المجال اللي يدرب فيه أو المجال الهندسي. وعبد الله يمكن أدرى مني بهذه المعلومة، فهذه يمكن الشيء الكبير. إنما هل يتحاسب؟ ما أدري، أنا ما سمعت أحد أنه يتحاسب. هو الهدف أنه ضبط هذه الممارسة، هي بلا شك الرخصة تحمي الشخص خاصة بالدورات، الدورات العامة. جميل جميل والله. الدورات العامة لأن الدورة العامة، الدورة العامة هي الدورة اللي تعلن فعلا للناس، هي اللي تعقد في مكان عام، لأنه في غير اللي يسمونه الانهاوس. انهاوس أنه شخص يدرب يقدم دورة في مجال في جهة معينة، هذا يسمونه انهاوس. هذه حتى الاعتمادات، اعتماد الدورة ما هو مطلوب، لكن الدورات العامة لازم الدورة تكون معتمدة. والخطر اللي يقع فيها الناس إذا حضر دورة اعتماد دورة تدريب مدربين قال أنا مدرب معتمد، لا أنت ما أنت مدرب معتمد، الدورة معتمدة، لأنه أساسا لا يحق للشخص يقدم أي دورة إلا معتمدة من المؤسسة، وفي رقم اعتماد وفي عبء النموذج ودفع الرسوم بناء عليها الدورة معتمدة. لكن اعتماد الدورة لا يعني أنه الشخص اللي حضر الدورة صار معتمد، وهذا الخطر اللي يقع فيه بعض الناس، ويمكن هي فرصة. تفضل أبو سعيد. شكراً شكراً أبو، يعطيك العافية. أبو عبد الله، في سؤال هنا موجود أيضاً يقول في مجالات الصحة والسلامة المهنية هل يختلف نوعياً عن المجالات الأخرى الإدارية، ولا هي نفسها كلها تحت مظلة التدريب نقول عنها؟ والله شوف، في طبعاً جوابين للسؤال. الاعتماد التخصصي من الجهة التي تعتمد التخصص نفسه، يعني مثلاً الهيئة السعودية للمهندسين أو الأمن الصناعي أو الجهة اللي تعتمد يعني الجانب التخصصي. أما جانب التدريب فأبداً ما يفرق، نفسه في شو اسمه في المؤسسة العامة للتدريب أبداً نفس الشيء، هو نفس المتطلبات ونفس الأشياء اللي يطلبونها، المؤهلات والخبرات والدورات، ويعطونك أنك مدرب عام تقدر تقدم دورة. التخصص نفسه يبغى له اعتماد آخر إذا أنه فعلاً من التخصصات اللي يحتاج لها اعتماد خاص من الجهات المعنية فيه. جميل، الله يعطيك العافية. أبو بسام، إذا في مداخلة صوتية ممكن نأخذها بعد السؤال القادم. الأخت هن تسأل مرة ثانية، مستشار سعود، تقول اسم الكتاب اللي فيه 150 نصيحة لكسر الجمود أعتقد، أو 10 minute trainer موجود يا شيخ، للأسف أنه ما هو موجود هذا هو على الشاشة. على الشاشة طبعا الكتاب، يعني للأسف أنا طلبته من أمازون لأن الكتاب ما هو موجود هنا ولا يسمى مترجم، ما هو موجود بالعربي، هو موجود بالإنجليزي، لكنه كتاب مهم جدا لمن يريد أن يحترف التدريب، على أساس أنه يعرف كيف عملية أنه كل مثلا 10 دقائق يكون عندك تمرين. يكون أيضا، وأعتقد الآن في الأونلاين التدريب الآن عن بعد أصبحت هذه المهارة أكثر إلحاحاً، لأنه أول لما كانوا المتدربين قدامك سهل أنك تتعامل معهم، الآن المتدربين ما هم قدامك، فصارت هذه مهارة جداً كيف تستطيع أن تدمج المدربين. هذا من الكتب اللي جداً متميزة، وأنا أشوف يمكن أفضل كتب اللي في تعليم مهارة التدريب. جميل جميل، الله يعطيك العافية. وعبد الله، في سؤال هنا يتحدث عن واحدة من الأخوات أطلقت على نفسها اسم المستشارة الأسرية والنفسية، تقول أنا ودي أبدأ بإنشاء مركز تدريب خاص فيني، وش تنصحها فيه أبو عبد الله؟ والله هذا سؤال، يعني سؤال بزنس يمكن، ويعني يعتمد هل هي بتدرب هي بنفسها ولا بتجيب مدربات. إذا بتجيب مدربات هذا شيء آخر، تحرص على أنها تجيب مدربات عندهم مؤهلات وعندهم اعتماد يناسب الطروحات اللي بتطرحها والأنشطة اللي بتمارسها. نفس الشيء ينطبق عليها هي، هذا في الجانب التأهيلي والاعتمادي، تحرص على الشغلات اللي قلناها كلها ليلة، سواء بالنسبة لها يعني مدربة هي أو بالنسبة للمدربات اللي بتجيبهم عندها يدربون في المركز. النواحي الأخرى الاقتصادية وكيف التأسيس وملأتها، هذه ما أظنها يعني مجال يعني لنا الليلة، وحتى لو تحدثنا فيها ربما ما نكون الخبراء الأمثل في هذا المجال. يعني الله يعطيك العافية. مداخلة صوتية من الأستاذ عبير علي عسير، تفضل أستاذ عبير.
يمكن رفعت اليد بالخطا بس اكد لي قبل شويه الاستاذ عبد الله. طيب اعتقد في مشكله ممكن نقفل الصوت الشباب اذا ممكن. طيب بنروح حق الدكتور فهد الهاجري، وهذا سؤال موجه لك ابو فيصل. يقول اللي احنا فيها الان ابو فيصل، تصنف لقائنا هذا اليوم تدريبي، محاضره او ندوه؟ انا بالنسبه لي قلت لك كلهم، لكن باخذ اجابه. احنا طبعا ليس لقاء تدريبي، لان التدريبي في تمارين وفي تفاعل والاشياء هذه، ليس تدريب. هذا مجرد انه قد تكون هي اقرب للندوه، الندوه هي نقاش، يعني عشفة قد تكون اقرب للندوه، لذلك احنا ايضا سميناها ندوه، لكن بالاكيد انها ليست تدريب، ليست حلقه تدريب. طيب الله يعطيك العافيه. اعتقد في مداخله صوتيه ثانيه، تفضل ابو بسام اذا في من ويننج اتيتيود. السلام عليكم. عليكم السلام، تعلي لي الصوت تفضل. الله يحفظك، تعرفنا باسمك لو تكرمت. انا اسمي محمد، ما ادري الصوت واضح الحين؟ واضح، تفضل الله يحفظك. اذا تسمحوا لي، انا عندي سؤال من اللقاء الماضي الحقيقه يعني حيرني كثير، ما ادري ابغى اخواني يساعدوني فيه. بالنسبه للجدارات ممكن؟ تفضل الله يحفظك. الاخوان في اللقاء الماضي ادوا معلومات ثريه جدا الحقيقه، ونموذج كان انا شايفه قوي جدا بسم الله ما شاء الله عن 12 جداره. انما عندي لبس في نقطه معينه، اللي هو ذكروا انه الجداره لها ثلاثه مكونات، اللي هي المعرفه والمهاره والخلق، اعتقد اذا انا ذاكر. الدافعيه. ايوه اوكي. بعدين انتم قسمتوا 12 مهاره يا استاذ على 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 مره ثانيه، على معرفه ومهاره ودافعيه. نعم. سؤالي في الجزء الأول حق المعرفة، على سبيل المثال أنماط أساليب تعلم الكبار أو نظرية تعلم الكبار. نعم. تحت المعرفة كيف تكون جدارة هذه النظرية، مع العلم أنه الجدارة لها ثلاث أركان؟ أنا معلش اللي بيجاوبني أبغى يمكن يعني لو أتكلم يمكن أحتاج أسأله أساس الصورة تكون واضحة عندي. أنا اللي بجاوبك لأن أنا كنت جزء من اللقاء. تفضل. الله يعطيك العافية. طبعا احنا لما يعني الجداره، وش الجداره؟ لما نتكلم عن الجداره بشكل عام، الجداره فيها ثلاث محاور. فيها المعارف اللي يجب يعرفها الشخص. صحيح. يجب ان يعرف معلومات معينه، مثل النظريات وما النظريات والمعلومات ومن ضمن النظري تعلم الكبار. فيها المهارات اللي يؤديها الشخص، وبعدين فيها الدافعيه اللي هي طريقه الاداء. طب طبق على النظريه. نظريه تعلم الكبار، النظريه هي جداره، هي جداره، لانه حتى النظريه لما نجي النظريه في اشياء لازم يعرفها الشخص بالنظريه، لكن ايضا في مهارات يجب ان يعرف كيف يؤديها. لو جينا مثلا انه والله تطبيقي، انه مثلا واحده من مبادئ تعلم الكبار مثلا انه التطبيق، فيجب ان يعرف مثلا الجانب العملي فيها، الجانب عفوا المعلومات فيها، يجب ان يعرف كيف يطبق هذه المهاره، كيف يكون التدريب عملي. وايضا طريقه الاداء هذه المهاره يجب ان يكون بشكل صحيح، وانا اتكلم عليها الاتيتيود. راحت على السكيلز يا استاذ الان. احنا قلنا بما فيها جداره اذا فيها ثلاث اركان، لانه في ايضا سكيلز. طب معلش خذني في حلمك الان، في نظريه تعلم الكبار واحده منها انه تشارك الكبار، يعني يخشوا في القضيه، صح مثلا؟ بالضبط نعم. ايش الاركان الثلاثه الان لهذا المبدا عشان يصير جداره؟ طيب انك تعرف كيف تشاركهم، تعرف الجانب المعلومات فيها، يعني وش الاشياء اللي ممكن تساعد الكبار انهم يندمجون بالعمل ويشاركون. الحاجه الثانيه هي تجي مهاره، انت وش التمارين اللي تسويها على اساس انه يكون فيها مشاركه. الحاجه الثالثه ايضا اللي هو الجانب الدافعيه هي الطريقه. ترى يعني انا ما ودي نتبحر في هذه او ندخل نتعمق فيها، لان هنا حتتعمق بشكل سيء. احنا ليش وضعناها جداره؟ لانك انت الان تقول انتم حطيتوها، يعني هي بالاساس ان حطينا جدارات، معناها كل واحده فيها ثلاث فروع، زي ما حطينا قسمناها ثلاث اقسام، ثلاث محاور، معرفه ومهاره ودافعيه، ايضا كل واحده منها فيها جانب معرفي وجانب مهاري وجانب ايضا الدافعيه. فيعني انا اقول لا تتعمق فيها، لكن اهم شيء انه الواحد يعرف كيف يطبقها.
هذه تأتي مع الممارسة. دكتور ولا أستاذ أتصل بك كده. الله يحييك أخي محمد، الله يحييك أبو. إذا بغيت أنا من الزملاء اللي شاركوا في تصميم هذا النموذج، نموذج الجدارات. والله عجبني النموذج ما شاء الله تبارك الله. يعني هو نموذج من ضمن النماذج، لكن هذا نموذج من إعداد ديوانية مدرب الجبيل إحنا اللي سويناه. ما شاء الله الله ينفع بكم يا أخي. لعل إن شاء الله ينفع الآخرين. جزاكم الله خير، شكرا. حياك الله أخي محمد. شكرا أستاذ محمد. سؤال أخير أبو عبد الله قبل لا ندخل في مداخلة صوتية أخيرة أيضا، في عندنا أحد الأخوان يسأل، عليكم السلام ورحمة الله، مشكورين يقول على اللقاء، وما هي رؤيتكم لسوق التدريب الفترة القادمة مع القطاع الحكومي أو بعد كورونا؟ يعني ما مدى تفاؤلكم بقطاع التدريب خاصة في ظل توفر التدريب عن بعد بوفرة؟ يتحدث عن الفرص القادمة أبو عبد الله. والله أخي طبعاً في الفترة القريبة، طبعاً أنا أكلمك عن وجهة نظري أنا في الفترة القريبة، يمكن في ضعف شوي في البرامج بسبب الأزمة، يعني بسبب الأزمة العامة، ولكن على المدى يعني المتوسط والبعيد أتوقع بيكون في طفرة هائلة جداً. لا تنسى أن نتكلم عن رؤية 2030 وهي رؤية شاملة وضخمة جداً وتمس كل قطاعات البلد الخاصة والعامة. الشركات الآن بدأت تدرك سواء الكبير منها أو الصغير أن إذا ما عند الموظف مهارة قوية وخبرة جيدة ما ينفع، يصير حمل على الشركة أو على المؤسسة أو على القطاع. وأنا بحكم أني رحت للقطاع الخاص، عفوا للقطاع العام الحكومي، وجلست هناك يعني يمكن حوالي سنة وشوي، أدركت يعني الحاجة الماسة والرغبة الشديدة. أنا الحقيقة حصلت يعني كثير من المسؤولين يتحدثون عن ضرورة تطوير المهارات للناس، تدريبهم وتكثيف التدريب والمهارات وضخ الجهود في هذا المجال الذي سيعزز هذا ويسهله، أنه الآن صار كثير من التدريب أونلاين، فيعني بيخفف التكاليف، بيجعل الموضوع أكثر مرونة، أكثر سهولة، أكثر تواصل. فباختصار أتوقع أنه على المدى المتوسط والبعيد سيكون سوق كبير جدا. وأذكر أني شفت شيء الليلة، والله ما أدري من أرسله، أنه يعني مجال التدريب والتطوير سيكون شغلة بالتريليونات يعني في العالم وعندنا، يعني احنا جزء من العالم الذي نعيش فيه، ونحن بالعكس يعني احنا الآن الحمد لله في مراحل متقدمة قياسا إلى غيرنا. الله يعطيك العافية. في مداخلة صوتية أخيرة وهي آخر المشاركات سواء الكتابية أو الصوتية، ونعتذر للبقية صراحة نضيق الوقت. أستاذ إبراهيم السعيد تفضل. الصوت واضح؟ نعم تفضل. الله هيك على اي، مساء الخير، شكرا جزيلا اخي، وشكرا للبشمهندس مساعد واخي الاستاذ سعود ابراهيم سعيد الحربي، امضيت والله الحمد اظن اكثر من 30 سنه في التدريب والان متقاعد. والاخ اللي سال معليش مع الاستاذ سعود تو داخل، بالنسبه للجدارات انا عندي قناه في الـ في الـ في الـ في الـ في التليجرام تبسيط التدريب، جمعت فيها والله الحمد خلال 5 سنوات بنفسي أنا قائم عليها من الألف للياء، كل ما يتصل بالتدريب بشكل مبسط، من ضمنها ملف كامل اسمه مفاهيم التدريب، نظريات التعلم وتطبيقاتها في التدريب بالضبط، بدءا من نظرية تعليم الكبار، دافعية، نظرية الدافعية، نظرية تعليم الصغار، كلها يبي يلقاها وبيلقي تطبيق، يبي يلقى تطبيقات عملية توفر عليه، ياخذ الملف ياخذ، يبي يمر ياخذ ويمشي، مو بلازم يشترك ولا بلازم، موجودة يعني عشرات أظن أو مئات الملفات، و90% والله الحمد إعدادي شخصيا. المهم في اقتنعنا بقانون the wealth is within between your ears، الثروة بين أذنيك، فليست هي لا باللقب ولا بال وقد شاركت والله الحمد في ATD في أتلانتا في أظن مادي والله قبل كم سنة ورقة عمل، ممكن يكون الخبير عمره 70-75 سنة والله ما تجد قبله ولا كلمة واحدة ولا لقب، أقصد 10 minutes وكلمة وانتهى الموضوع. أبي أذكر إخواني المدربين واللي يدخلون في العالم هذا، وعالم لا يغلب ضوج الصوت الضجيج والوصف الجمهور جودتك مع ذاتك، وتذكر المتصنع بما لم يعطك لابس ثوب يزور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني لا تكون أنت تعرف تعرف ما تعرف. التدريب أصلا كل ما دربت هو رحلة بناء وتعلم وتدرج وارتقاء ما دام في الصدر نفس يتردد. الأولى في هذه أنه الآن المدرب الجزء الأول كان في رأيي استفدت من 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 كلا أخوي. الجزء الأول ودي أنه المدربين اللي داخلين في التدريب يهتمون في كثير وهو التأهيل. الاعتماد لا يعني لا تشغل بالك فيه كثير يبي يجي أنت هو يلحق. أهل نفسك تأهيلا جيدا. وأول ثلاث إشارات في التأهيل وعلى على السريع الآن أنت أول كنا نبحث عن المعلومة نتعب فيها. الآن السيل كيف ترشد وكيف تنتقي. أنتقل للنقطة الثانية كن في الملعب الذي تجيد اللعب فيه ولا تجد نفسك من خلال عيون المدربين الآخرين أو الإعجاب بهم أو الانبهار. اعجب من شئت لكن اعرف منطقتك الذي تجيد اللعب فيها وستجد إبداعا حتى لو كان مادة واحدة. مو لازم تكون في 20 برنامج الدربة ولا لا برنامجين ثلاثة عمق فيها على مدار 20 كولب أخذت 35 سنة وهي تجرب. إدغارد صاحب هرم الاستيعاب المعلومات الذهني والتطبيقي أكثر من 27 سنة جلس. يعني يجي الواحد الآن كما تفضل أخي أستاذ سعود أعطي الأخيرة معليش تختم من عندك. خلاص سم أنا بالمدينة المنورة وبأختم من جوار الحرم بيني وبين الحرم الحمد لله كم كيلو. المهم اللهم صل على محمد. المستفيد الأول في التدريب هو المدرب. يتذكر هذه وله عينان، عين تبقى مع المتدربين وعين على الجديد. يب كذا حتى لو سهر الليالي لو الجلد عنده العين الثانية تكون على الجديد ويهتم بتأصيل كل ما يقدم. لا يقدم معلومة عامة مثلا في المعرفة أو في الجدارة. طيب ما هو تأصيل الجدارة معلوماتها كذا أي إن كان التأصيل أدعو له في التدريب حتى يكون المنهجية العلمية. وكما قال أسطون التدريب الكبير عبد الرحمن توفيق رحمه الله التدريب هو الابن الشرعي للتعليم فيجب أن يبقى في المنهجية العلمية. بارك الله فيك ويعطيك العافية أستاذ إبراهيم وتشرفنا صراحة بتواجدك هذه الليلة مثل ما الجميع شرفنا في حضور هذه الأمسية لديوانية مدربي الجبيل. فنسأل لكم أن تكون إن شاء الله الفائدة عمت. كل الشكر والتقدير لكم الضيفين الكريمين سعادة المهندس مساعد القهني سعادة المستشار سعود العمير أثريتونا بشكل كبير جدا. أرقام عالية صراحة من الاستفادة ومن العطاء. نسأل أن يبارك لكم هذه الجهود وهذا العطاء وأن يبغيكم ذخر لمجتمعنا إن شاء الله السعودي والتدريبي. شكرا لكم وشكرا لجميع من حضر ونقول لا تنسونا إن شاء الله الحلقة الأخيرة والسلسلة الأخيرة من منهجية التدريب الاحترافي ستكون في 9 جولاي أو 9 يوليو في البيئة بعنوان البيئة التدريبية الاحترافية. ابقوا معنا ونستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله جميعا. شكرا لكم. تصبحون على خير. شكرا لكم. أمان الله.